يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. يا ريت كل السنة رمضان هلاله يبان في كل مكان. رمضان رمضان. ننتقل الآن إلى انفراد جديد تنفرد به قناة فريق فرسان التحدي، لقاء مع المبتهل الشيخ عمر فرحان المبتهل المعتمد في الإذاعة المصرية، يحاوره الأستاذ الفاضل علي نبيل. تفضل أستاذنا معك المايك وهنستمتع إن شاء الله بحوار جديد من نوعه. أنا بمسي عليكم جميعا، والحقيقة النهاردة سعادتي غير طبيعية، سعادتي غير طبيعية لأنه بيظهر معانا في الحقيقة ليالينا وأمسياتنا الجميلة اللي احنا بنعيشها على فرسان التحدي حد هو نجم، نجم فعلا يعني بكل ما تعنيه الكلمة. هو حد على المستوى الشخصي أبقى محرج جدا إن أنا أتحاور معه، لأنه بالنسبة لي حاجة قيمة كبيرة جدا، وأخ أصغر ورفيق في كتير جدا من الشغل الناجح اللي احنا عملناه مع بعض. الحقيقة هو مبتهل، هو فنان ملحن عظيم عظيم، وأنا قاصد أقول كلمة عظيم من غير أي مبالغة رغم صغر سنه. هو أصغر مبتهل معتمد في الإذاعة المصرية، هو أصغر من لحن الإذاعة المصرية سلسلات، قام بعمل سلسلة فيض الرحمن في شهر القرآن، يمكن أنا كتبت عنها قبل كده في منشور من منشوراتي. هو حاجات كتير يعني، الحقيقة لو هفضل أقول عمر هو فأنا هفضل أقول حاجات كتير، بس أنا عايز أتكلم شوية عن فيض الرحمن في شهر القرآن، لأنه الإذاعة المصرية على موجات صوت العرب بتنقلها أو بتذيعها للسنة الثانية على التوالي. أكيد حضراتكم عارفين أنه الإذاعة المصرية تقرر أنها تذيع عمل لعامين على التوالي، طبعا بيبقى معروض عليها كمية أعمال كتيرة جدا، والعمل نفسه بيدخل بيتشوفه مجموعة من اللجان الكثيرة جدا وبتنظر إليه من حيث الكلام ومن حيث النوتة ومن حيث حاجات كتير جدا هنتكلم عنها معاه. لكن أنا الأول حابب نعرض البضاعة، يعني قبل ما أتكلم مع عمر وقبل ما أقول أي حاجة، عمر قبل ما يتحدث بلسانه ويتحدث عن نفسه ونتكلم بقى في حاجات كتير تخصه، أنا عايزه يتكلم بصوته ويسمعكم حلقة أو حاجة من الحاجات الجميلة اللي كانت موجودة في فيض الرحمن. فيض الرحمن في شهر القرآن كان كتبه الشاعر الأستاذ محمد علي راشد، وكانت أخرجته الأستاذة يسرية علي اللي بنقدم لها شكر كبير جدا الحقيقة على تبنيها ودايما رؤيتها الثاقبة للمواهب الشابة. دلوقتي هنلتقي مع عمر يتحدث بفنه قبل أن يتحدث عن نفسه. أولا تفضل عمر، معاك الميكروفون. اولا مساء الخير على حضراتكم، وانا مبسوط جدا ان انا بتواصل مع حضراتكم دلوقتي، وان شاء الله رب الحلقه تعجب حضراتكم. حاول تضغطوا على السماعه. ملء الفضائي
شفيت مريضنا من بعد يأس وترزقنا على رغم الجفاء وتنقذنا إذا ما حل كرب وتجبر كسرنا عند الدعاء شفيت مريضنا من بعد يأس وترزقنا على رغم الجفاء وتنقذنا إذا ما حل كرب وتجبر كسرنا عند الدعاء وأرسلت الحبيب فكان هدياً ليرشدنا لحبك في اللقاء قلوب الخلق في بحر الرجاء لمن في الأرض منهم وسمائي لمن في الأرض منهم والسماء الله الله عليك يا عم عمر. طبعا احنا قاعدين قرشين اللب والسوداني قدامنا عشان نغذكم بس شوية وشوية شوكولاتات على شوية يعني ايه مظبطين الدنيا شوية لهم بقى انت مفطرنا ورايح ومفطروا يعني ومظبطوا. طبعا كل ده هنتحاسب انا وعلى ادارة القناة يعني هنتحاسب انا وادارة القناة. الحقيقة عمر انتوا كده عرفتوا امكانياته وموهبته قد ايه ولسه عنده مواهب كتير جدا ان شاء الله هنعرفها خلال الحلقة. عايزين يا عمر نعرف مين هو عمر فرحان، يعني عمر فرحان ابتدى ازاي ومنين؟ قول لنا بقى مين هو عمر فرحان. انا قاعد قدامك. يلا يلا. عمر فرحان حد عادي جدا، يعني عايز اقول ان قليل جدا يعني في 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 حضراتكم، يعني يمكن اقل حد في حضراتكم. انا طبعا طالب في كليه التربيه الموسيقيه الفرقه الاولى بعد اعدادي، يعني مبتهل معتمد في الاذاعه والتلفزيون. مش التلفزيون، خليها الاذاعه. يعني مش ده السؤال. يعني مش ده السؤال المقصود يا عمر، وما تلفش عليا، ها مش هينفع يعني. مبروم على مبروم ما يرلش. انا بتكلم على مين هو عمر فرحان، ابتدى منين، نشأ وتعلم ده ازاي، وابتدى في المزيكا من امتى، وحبها اصلا ازاي. ده اللي احنا عايزين نعرفه. يعني عمر كده من اول ابتدى ما يقول واء واء دخل تربية موسيقية يعني مش هينفع كده. قول لنا كده الدنيا اخبارها ايه، ده مين؟ البداية كانت صغري، يمكن من سن 3 سنين كده، وهم كانوا بيقولوا لي يعني ان انا كنت بغني من وانا عندي 3 سنين وبقرأ قرآن. يعني بحكم طبعا السمع، انا والدي طبعا مبتهل قارئ إذاعة وتلفزيون، يعني هو دايما كان بيسمعني مقرئين كتير وغنى وحاجات كتيرة، يعني كنت بقعد استفيد منه في حاجات كتيرة حتى في سن الصغير دون. بحكم طبعا ظروفنا، يعني والدي برضه كفيف، فهو كان فرحان قوي ان في حد معايا يعني في البيت وكده. فبدات احب الموضوع، بدا هو يحس الموهبه، وبدا هو حتى يحاول يعلمني اورج في الاول، وانا فشلت. وبعدين لقيته بيدرس مزيكا، فسمعت صوت العود
فبدات يعني لان انا بقى اتعلم عود لوحدي، فكنت مفكر عود ده حاجه تانيه خالص يا علي. كنت مفكر عود ده بقى ان هو ايه، سلك حديد كده اللي عارف، هو السلك بتاع الفرن اللي هو ايوه دخلوه يعملوا الصفيحه اللي كانوا بيعملوها زمان، الخشب أيوة. اللي كانوا بيركبوا عليها فتلا. هو ده. أيوة. فكنت بقى قعدت حطيته على الارض كده، كان احنا عندنا السلك ده متني شويه، فكنت ادوس عليه في الارض كان يرن، وانا كنت اقعد بعمل صوت ببقي بقى ترين 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 ترارارارا، وانا كده بعزف على العود وانا بقول بقى المامات ببقي. فوالدي بقى يعني حس ان انا عايز اتعلم يعني، فبدا ياخدني معاه الحصص بتاعته، وانا حتى حفظت المقامات من قبل ما مدرسها يعني. فبدات ان انا يعني بدا لما انا كبرت شويه بدا يحاول ان هو يعلم لي اكتر على ايد مدرس كان في الزقازيق يعني الله يرحمه، اسمه السيد فريد. علمني اصول المقامات. سيد فريد ده يا جماعه اللي ما يعرفوش هو احد تلاميذ الموسيقار محمد علي سليمان، وكان حد من المميزين جدا في قصه تعليم المقامات الموسيقيه. معظم القراء المشاهير الايام دي اتعلموا المقامات الموسيقيه على ايد الاستاذ المرحوم سيد فريد. طبعا. فبس فبدات يعني هو حتى لما قعدت معاه اداني المقامات في يومين كده ولا حاجه، أصول مقامات يعني. أنا بعد كده بدأت أقرأ في كتب عن الأفرع طبعا بتاعة المقامات، وبدأت أتوسع بقى في المزيكا شوية، يعني إيه دولاب، يعني إيه لونجا، يعني إيه مشرف، يعني إيه ما هو المصطلحات. بس أنا بقى يعني بحاول إن أنا أقولهم، إن أنا كنت بحاول إن أنا أقرأ كتير يعني المصطلحات دي. طبعا في مجال التأليف الموسيقي اللي حابب يعني من الناس المختصة بالمزيكا ممكن يخش ويقرا ويسمع وكده يعني. فبس فبدات بقى ان انا اخش في مجال التلحين، وحتى انا بدات اتعلم عود مع نفسي بعد كده، بعد ما عرفت يعني بعد يعني ايه عود بقى وأورج وكده. بدات في المدرسه بداوا يعلموني اكورديون وأورج، طبعا خدت الاساسيات اللي هو بقى اعزف الاناشيد بتاعه الطابور والمش عارف ايه والحاجات الغريبه دي. وبدأت بقى أنا أطور من نفسي من السمع والقراية كتير وكده. وبعدين حبيت بقى أتعلم العود فعلمته لنفسي. طيب هنكمل احنا يعني... هنكمل، بس أنا كنت عايز أخليني في المرحلة اللي وانت صغير. مرحلة وانت صغير يا عمر كنت بتتأثر بمين؟ يعني كنت بتحب تسمع مين من المبتهلين، ومين من القراء، ومين من الفنانين المزيكتية، يعني قصدي المطربين الصحيطة يعني بمعنى أصح، بتحب تسمع مين؟ نشأت على مين؟ ده مهم جدا نعرفه. بص هو يعني أنا طبعا وأنا صغير ما كنتش يعني الفكرة عن الناس أو عن المبتهلين أو عن القراء لسه اتكونت قوي، بس يعني كنت بسمع كتير يعني. كنت بحب جدا عمنا الشيخ محمد الليثي، الشيخ شعبان الصياد طبعا من القدام، مصطفى اسماعيل، طه الفاشني، يعني ناس كتير بصراحة، كل القدام عامة. الجداد طبعا أنا كنت وما زلت طبعا مغرم بدكتور عبد الفتاح الطاروطي من وأنا صغير. طبعا دكتور عبد الفتاح واخد دكتوراه الفخريه يعني، انا من الدوله حد دول يعني جدا على فكره ومحترم جدا يعني، هو يستاهل بصراحه لقب دكتور يعني. من الناس اللي لما بسمع منهم بحس ان انا في الجنه بصراحه. اللي حصلتي او بدات اعرف واخد فكره عن القراء لما كبرت بقى، بدات اسمع كتير وكون فكرتي يعني. طبعا المطربين الصيطة كان كل الناس الشعبيين يعني كلهم كنت بسمعهم وحبهم طبعا، اللي هم قلنا يعني اي حد مثلا بيقول قصص يعني. كان اكترهم الشيخ ياسين التهامي طبعا. طيب ما تسمعنا حاجة كده لياسين التهامي. لا ما يعني لا يلا ما اذكرش كتيرة. ما اذكرش والله، بس حاول كده اي حاجة صغنطوطة كده الشيخ ياسين التهامي من غير مزيكا. طيب انا احاول، بس طبعا انا مش فاكر اللحن قوي بتاعه، فانا احاول.
لبيك لبيك يا قصدي ومعنائي، لبيك لبيك يا سري ونجوائي، أدعوك أم أنت تدعوني إليك؟ هل ناديت إياك أم ناديت إياي؟ يا عين عين وجودي، يا عين عين وجودي، يا عين عين وجودي، ويا مدى هممي، يا منطقي وعباراتي وتبعيضي، يا كل كلي وكل الكل ملتبس، وكل كلك ملبوس بمعنائي. على ما أذكر يعني. الله الله عليك يا عم عمر، لسه هتقول كتير. انا بعت اجيب لك شويه ميه اهو عشان تظبط الدنيا. انت كتير عليا. لا كله في الحساب، ما تقلقش. طيب الحقيقه كان عندي سؤال، ده بالنسبه للصيطه. طيب بالنسبه للمبتهلين، انت نشأت على صوت مين من المبتهلين؟ او ما تقوليش بقى انا سمعت الناس كلها. طب انا عارف انك سمعت الناس كلها، بس احنا كل واحد فينا بيحب حد معين وبيتاثر بيه وبيحب يسمعه اكتر وبيحس انه حاجته طالعه بسنس، باحساس، حتى مش بصوت كويس بس عنده احساس يخليك فعلا تبكي. مين اللي انت تاثرت بيه قوي في المرحله؟ احنا لسه بنتكلم عن وانت صغير، وانت بتتكلم فيه 6 سنين، 3 سنين، 5 سنين، 7 سنين، لسه ما عدناش السن ده، احنا بنتكلم عن المرحله دي. فقول لنا مين اللي كنت متأثر بيه قوي في الوقت ده؟ اللي كنت متأثر بيه من المبتهلين كان، انا ما كنتش اعرف غير الشيخ طه، او كنت اعرف كتير يعني، بس تأثرت وعلم في ذهني قوي كان الشيخ سيد النقشبندي، لان الصوت ده من الاصوات اللي لا يمكن ان تعوض، حتى ولو جه حد يقول الطبقات بتاعته يعني الجوابات والكذا، بس لا يمكن أن يتكرر سيد نقشبندي تاني. يعني كنت بسمع له دايما وكنت بحبه. طبعا كان من ضمن الناس برضو الشيخ طه الفاشني، الشيخ نصر الدين طبار، دول الثلاثة الوحاد اللي أنا كنت متأثر بيهم جدا. بس أكثرهم أكثرهم كان نقشبندي. طب يا عمر، عايزك تكلمنا عن صوت الشيخ سيد. ممكن تشرب مية الأول؟ ناخد فاصل ثواني يا جماعة، الراجل يشرب. لا عادي، هوا الهوا هواني. يا عمر عايزك تكلمنا، أنت دلوقتي بسم الله ما شاء الله راجل في تربية موسيقية، وأصلا من غير ما تبقى في تربية موسيقية أنت عندك علم جيد جدا في موضوع الموسيقى. حدثنا كده عن اللي بيتميز به الشيخ سيد المقشبندي عن غيره من حيث الصوت. يعني كل حد له خواصه، كل حد له حاجات مميزاته، انت حبيت الشيخ سيد المقشبندي. كلمنا بقى عن الشيخ سيد المقشبندي كصوت، كواحد عنده علم بيتكلم عن سيد المقشبندي كصوت بعلم، تقول لنا فيه ايه؟ الشيخ سيد النقشبندي طبعا من الناس اللي لو جينا نصنف اصواتهم، احنا عندنا طبعا اصوات الرجال في المزيكا بتتقسم لثلاث اصوات. اول صوت بنقول عليه صوت الباص او الالتو باص، طبعا المصطلحات دي ايطاليه. الالتو باص اللي هو بيتميز بعرض الصوت
واللي ما بيعرفش يقول جوابات كتير عنده بيز يعني الناس عشان تعرف عنده بيز. ايكولايزر. ايوه ما بيعرفش يقول، ما بيعرفش يزعق كتير فوق. لكن طبقاته الواطيه بتبقى، لكن طبقاته الواطيه طبعا بتبقى متميزه جدا. يعني ممكن يوصل مثلا لو حد بيلعب مزيكا طبعا في اخواننا المكفوفين، ممكن يوصل مثلا للمي تحت او للري اللي تحت الوسطى، يعني اللي هو مثلا الحرف ده. يعني سيد النقشبندي من الاصوات. طبعا في صوت تاني المفترض اسمه الباريتون. باريتون. الباريتون ده بيبقى ما بين يعني ما بين الوسط في المنطقه الوسطى. يعني في المنطقه الوسطى ما بين الباس وما بين سوبران اللي هو التينور اللي احنا اللي هنتكلم عنه دلوقتي. يعني بيقول باص الى حد ما كويس مظبوط، وبيقول الجوابات برضو الى حد ما كويسه. يعني هو يعني لو مثلا يا جماعه باللغه العاديه جدا، انا مظبط سماعاتي ببقى مظبط الصوت بتاع البيز كويس جدا، او يعني مدي نسبه للبيز، عنده نسبه بيز جيده جدا، وفي نفس الوقت عنده نسبه حده في الصوت برضو تعتبر جيده. تمام. نيجي بقى لثالث نوع، التينور. التينور هو عامه كل صوت من الاصوات اللي انا قلتها دي ليه جوه تقسيمات يعني، بس المختص بيها الناس بتوع الغنى، فانا مش عايز اشغل دماغكم بمصطلحات غريبه شويه. الشخص النقشبندي من اصوات التينور اللي هي اللي عندها بيز جيد جدا. لا، التينور اللي هو بيقول الطبقات الحاده جدا. طبعا هو هتلاقي عنده باص، يعني هتلاقي عنده قرارات بيقولها، بس خامه الصوت نفسها من اصوات التينور. زي يعني زي صوت انا كده مثلا، زي صوت مثلا والدي الشيخ فرحان اللي لا بس الشيخ فرحان عنده بيز، عنده قرار جيد جدا. لا بس يعتبر من التينور، لانه هو الخامه نفسها رفيعه، خامه الصوت نفسه رفيعه، يعني هو صوت رفيع قوي يعتبر بنقول عليه التينور. سيد نقشبندي عنده منطقه الجوابات عاليه جدا جدا لدرجه ما حدش يعني يقدر يوصل لها. ما فيش فعلا، مفيش حد. وعايز اقول لكم ان هو ما بيتعبش. وعايز اقول لكم كمان الكارثه ان هو مش دارس مزيكا. يعني انا وانا بسمع اوقات، مش الكارثه يعني، قول المش المدهش عشان الناس بس ما تحسش انها هتتضرب على دماغها. لا لا يعني مش مقصدي، بس مقصدي انه يعني الجميل في الموضوع ان هو مش دارس مزيكا. هو طبعا انا ما سمعتش ليه لقاء بيقول ان هو مش دارس مزيكا، بس انا من سمعي كمتخصص في المزيكا بيهرب كتير من الاتوان، ويعني انتقالاته اوقات ما بتبقاش يعني. طبعا انا ما اقدرش ان انا اجرح فيه، بس هو من الناس اللي يعني انا عشان انا اتربيت على ايديهم. على فكره القدام كلهم هتلاقي عندهم هفوات، لكنه هما اللي علمونا، فاحنا بناخد منهم الشيء على بعبله كده. يعني يعتبر هما صانعي الجمل اللي احنا بنقولها دلوقتي في الابتهال، واللي احنا ما بنعرفش نخرج عنها، واللي احنا مبهورين بيها. تمام. تعالى بقى على الغرب. يعني الغرب اللي هي الحاجات اللي بتبقى مميزة الناس، اللي هي السرعة في الانتقالات، يعني الاهتزازات مثلا زي كده، الفايبراتو او يعني الاهتزازات الصوتية. سيد النقشبندي كان عنده ده بطريقة بنت لذينة. كان عنده عرب سريعة جدا، وقفز من على الحواجز سريع جدا، وفجأة يكون في القرار وتلاقيه راح للجواب ما تسألش ازاي. يعني فجأة يكون تحت يا جماعة في المنطقة، في المنطقة اللي قلنا عليها، في منطقة الباص. يعني مثلا فجأة تلاقيه لك سيدي يا رسول الله انت الذي من كده، يعني طلع برضه ده عند الشيخ محمد عمران. الشيخ
عشان لا ده محمد عمران ده سيبه في حاله ده لسه لو جت فرصه نتكلم عنه بطريقه مستفيضه شويه. انما سيد نقشبندي، وبعدين سيد نقشبندي كان عنده طريقه بيكسب بيها الجمهور للاسف مش موجوده عند كتير دلوقتي. عنده طريقه في الابتهال، انه بيقسم الابتهال على اساس بيقسم الكلام على اساس المزيكا، مش بيطوع المزيكا للكلام، يعني بيطوع المزيكا للكلام مش الكلام للمزيكا. يعني لو جينا نبص دلوقتي هنلاقي ناس ماسكه الكلام، المبتدئين بتوع الايام دي يعني او معظمهم، هنلاقي ناس ماسكين الكلام بيغنوه ايقاعي. يعني مثلا تلاقي واحد بيقول يعني رسول الله ضاق بي الفضاء، شغل بقى اللي هو المنشدين. هنا نيجي ان الابتهال بيتقسم لحاجتين، ابتهال وانشاد. الابتهال ده اللي هو انا بدعي لربنا ولازم يكون فيه حته ايه، انفراد وحريه شويه، ما بقيدش الموضوع بايقاع. فسيد نقشبندي كان حتى مع البطانه كان يخلي البطانه تقول اللحن اللي في الاول اللي بيبقى الملحن عامله، وبعدين هو يتفرد لوحده بالكلام. كان بيمد في مناطق معينه الحروف، مثلا حروف المد، وكان بيحسسك معنى الكلام. طيب احنا مش عايزين نتكلم اكتر ما نشتغل. عمر انت بتسهب قوي في اجاباتك، عايزين شويه معلش اجاز بعد اذنك، احنا مش قاعدين لك يعني، مش فاضيين لسعادتك. الناس دي ما ينفعش نسهب شويه في اجابتك. لا لو سمحت يعني قصر ولم المتكسر. طيب بص، طبعا احنا ما ينفعش نعدي على الشيخ سيد المقشبندي وتقول فيه كل الحاجات الحلوه دي وما نقولوش حاجه، ما يصحش يعني. انا شربتك ميه وظبطتك وسبتك تقول اللي انت عايزه وما رضيتش اقطعك، تمام؟ فسعادتك كده تحب تقول ايه للشيخ سيد المقشبندي؟ اختار ولا تختار انت؟ والله اختار، لو انا مش حافظ اقول لك. طيب مش حافظ. مولاي والمولاي هو مش سكتي، بس لا يعني برضو حاول تدينا، وانت كمان بتغني مش عايزك تغني باسلوبك، عايز الى حد ما تدي الناس. ما هو ده اللي مش يعني، عشان كده مش بقول لك مش سكتي. لا حاول يعني، حاول بقدر الامكان انك توصل للناس احساس الشيخ سيد المقشبندي مش احساسك، خلاص؟ طيب انا هحاول. هتقولها منين؟ بقيتي ايه؟ هقولها مي. طيب تدي مي ثانيه. هي المي دي درجه من الدرجات يا جماعه، الاورج يعني لازم قبل ما نغني نختار الطبع عشان الجوابات تبقى سهله. اقول لك خليها مي بيمول مثلا، نزل كمان نص. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك مولاي. من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي إني ببابك مولاي، إني ببابك أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع نادي، بنور وجهك إني عائد واجل،
ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي. تحلو مرارة عيش في رضا تحلو مرارة عيش في رضاك في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك وما أطيق سخطا على عيش من الرغد. من لي سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمعه كل الخلائق ظل في يد الصمد. أدعوك يا ربي أدعوك يا ربي أدعوك يا رب أدعوك يا فاغفر ذلتي كرما واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي وانظر لحالي وانظر لحالي وانظر لحالي في خوف وفي طمع هل يرحم العبد بعد الله من أحد. إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي. الله 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 عم عمر. انتهينا دلوقتي من المرحلة الصغيرة قبل ما اخرج منها، بس مش هنغني لها دلوقتي، يعني مش هنقول دلوقتي حاجة. بالنسبة للمطربين بقى، المطربين اللي هم بيغنوا غنى يعني متنوع، تأثرت بمين أكتر؟ وأنا عارف إنه لك رأي في أم كلثوم ولك فلسفة خاصة في الاستماع، عايزين نعرفها منك. بس تأثرت بمين وأنت، هنيجي للنقطة دي، لكن تأثرت أكتر بمين وأنت صغير؟ هي سومة. أم كلثوم؟ طبعا. أخ كلام؟ طبعا طبعا سومة دي. طيب ماشي. حياتي بس يعني رأيي خليه لي أنا بقى. لا رأيك إن شاء الله هنعرفه منك، ما تقلقش، كله هيكشف، كل شيء هينكشف ويبان. لا طيب قول لنا عمر، أنت لحد دلوقتي إحنا ما نعرفش أنت منين، تصدق؟ يعني إحنا قلنا كل حاجة تقريبا واتكلمنا في كل حاجة وما قلناش أنت منين. أنا من مصر. لا يا راجل. من مصر القديمة ولا من مصر الجديدة؟ من جنب الحاجة زينب؟ أنا من حوزة الإسماعيلية.
من بلد صغيرة في ضواحي الإسماعيلية اسمها المنايف، اسمها يعني عزبة كده اسمها عزبة العالي، على أول طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، ويعتبر برضو في طريق السويس. يعتبر في طريق السويس. طيب عمر، قول لنا انت بقى، يعني انت دلوقتي ابتديت تبين الموهبة قدام عيلتك وقدام والدك، وابتدى والدك ياخدك زي ما انت بتقول كده، ابتديت تروح فين اول ما ابتديت؟ يعني خلاص انت عرفت ان صوتك كويس، وابتدت العيلة تسقف لك وتقول لك الله، وماما تاخدك على رجليها، الكلام الحلو ده، خلاص، ويا اختي كميلة، والجيران بقى والشوية اللي احنا عارفينهم دول. بدأت تخرج بقى من الجو ده، وابتديت تتنقل، يعني عايز بقى والدك يعرف الناس انك حد كويس، ابتديت تتحرك فين؟ ابتديت تشتغل فين؟ تتمرن على ايد مين؟ هو في الاول كان مركز الفنون في محافظة الاسماعيلية، كان الهيئة تابعة يعني المحافظة، بيعلم كل الفنون، رسم بقى ومش عارف وغنى، وبيدرس لغات وكده. كان دخلت فرقة الموسيقى العربية، انا يعني كنت داخل مفترض، انا رايح كنت رايح اصلا للمايسترو عشان خاطر يعلمني عود، فهو سمع عني قبل بس مركز الفنون. انا عايز اقول ان انا بدأت في جمعية اسمها جمعية المستقبل للمكفوفين، يعني في الشيخ زايد عندنا في اسماعيلية. بس انا يعني اللي خلاني اتكلم عن الجمعيه مش الجمعيه، اللي خلاني اتكلم عن الجمعيه والدي، لانه اول حد خدني وهو اللي خلاني اطلع للجمهور. وطبعا عايز اقول لكم اللي بيعزف معايا على الاورج هو المذيع الجميل اللي بيحاولني، هو استاذ علي بيل، اللي طبعا كده الناس هتسيب الفقره الجايه محدش هيسمعها. لا لا، اللي دايما بيوزع لي كل شغلي، يعني حتى انا بادئ من صغري معاه، يعني انا طبعا هو اخويا الكبير، كان دايما اول حاجه غنيتها كان مصر يا ام الدنيا، وكنت بغنيها باحساس وحش جدا، وكنت خايف ومرعوب بقى ازاي ان انا واقف بقى قدام ناس بتعزف حلو زي كده، وعمو علي نبيل بيعزف وكده. يعني كانت فرقه قويه جدا على فكره يا جماعه، الفرقه في الوقت ده كانت فرقه مش عارف اقول لكم قد ايه قوتها، وكان فيها ناس بسم الله ما شاء الله شطار جدا، وكنا بنعمل مجهود كبير جدا في الفتره دي. كان فتره من افضل فترات الفرق اللي موجودة في جمعيات أو موجودة في مؤسسات في الوقت ده بصراحة، يعني دي ملحوظة دي حقيقة. دي حقيقة. عايز أقول لكم برضو إن يعني رغم قوة الفرقة دي، بس برضو أنا والدي يعرف أصول المقامات، هو جزء من الفرعيات، يعني هو مش ما بيقراش نوتة، ما يعني ملوش في حوار الهارموني والكلام ده كله، بس كان بيطلع شغل جامد جدا يعني، بس مش عشان ابويا انا في المزيكا ما اعرفش حد بصراحه. لا كلنا كده الحقيقه، يعني في موضوع في شغلنا، والناس تعرف ده كويس يعني من خلال تعاملي معاه، ان انا ابويا بيتحول لحد بقول رايي فيه، لما بقول رايي ما بيفرقش معايا الموضوع ده كويس يعني. بس انا بدات بقى اروح لمركز الفنون عشان اتعلم عود، فالمايسترو شافني بغني، فيعني الدنيا بقى ايه. المايسترو ده مين؟ استاذ اشرف عبد الله، طبعا افضل كتير عليا بصراحه. بدا يتعامل معايا مش كمطرب او كملحن، يعني مش كمطرب او كعازف، بدا يتعامل معايا كشخصيه موسيقيه ليها فكر موسيقي. عايز اقول لكم ان انا لو غلطت في حرف قدامه في المزيكا او في كلام عن المزيكا، هو عامه في الكلام عامه يعني كأب بيوجه يعني، فبس في الكلام عن المزيكا لازم أكون بطلع الكلمة بحساب، لأنه هو يقول لي أنا مش بصرف عليك عشان خاطر تطلع في الآخر حمار، يعني أنت لازم تبقى فوق ما أنا متوقع وفوق ما أنا طيب مستني يعني. طيب دلوقتي أنت رحت اشتغلت فترة في إسماعيلية، طبعا طموح والدك ما هواش إسماعيلية أكيد، ولا طموح ولا طموحك أنت، ما هو ده من خلال والدك. ابتديت تتنقل بقى من مرحلة إسماعيلية لمرحلة تانية، أو ابتديت تتحرك من إسماعيلية، ولا فضلت في إسماعيلية؟
يعني ايه اللي عملته بعد كده بالظبط؟ تحركاتك كانت شكلها ايه؟ وهل ده كان بسرعه؟ يعني هل انت استنيت فتره مثلا في اسماعيليه، استنيت فتره في اسماعيليه وخرجت منها، ولا اتحركت بشكل سريع؟ لانه طبعا احنا بنتكلم يا جماعه عمر، احنا بنتكلم في 19 سنه. لما نقول انه مبتهل معتمد وملحن ومش عارف ايه والكلام ده كله، هنبقى بنتكلم عن يعني حد حقق ده كله في السن ده ازاي. فانت هل استنيت شويه في اسماعيليه، ولا اتحركت على طول مباشره لمكان تاني؟ وايه هو المكان اللي انت اتحركت له؟ بص، هو انا اتحركت بس مش بسرعه قوي، يعني في الاول ما كانش بسرعه. يعني قعدت سنتين مثلا في اسماعيليه بمارس مزيكا، وبعدين من خلال مسابقة اسمها كانت في اتحاد المبدعين العرب، كانت عاملة مسابقة للأغنية الدينية، فدخلت خدت المركز الثاني على العالم العربي. عن عمل اسمه ايه؟ العمل كان أغنية لأستاذ محمد الكحلاوي اسمها يا إمام المؤمنين. طب اتفضل قول بقى سعادتك، سمع الناس الأغنية اللي انت خدت بيها مركز. يا إمام المؤمنين، يا منار التائهين، يا إمام المؤمنين، يا منار التائهين، يا نبي الله يا حبيب الله، يا نبي الله يا حبيب الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في سكون الغار ضجت الأنوار، في سكون الغار ضجت الأنوار، لما قال جبريل للنبي المختار: اقرأ اقرأوا منها، بدأ يتسلسل القرآن، يختم رسالة السماء بالحق والإيمان. اقرأوا منها بدأ تسلسل القرآن، يختم رسالة السماء، يختم رسالة السماء بالحق والإيمان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عمر، أنت عامل فينا حاجات وحشة جدا. أنا من غير ما أعرف، من غير ما أفتح المايك للناس، أنا عارف الدنيا ماشية إزاي دلوقتي. فهنحاول نستجمع كده عشان نسأل. فكرة أنت لازم تعملوا مداخلات في الحوار ده. لا يعني هنعمل إن شاء الله في توقيته بإذن الله. دلوقتي انت من خلال المسابقه دي ابتديت تتحرك. المسابقه دي كانت في القاهره؟ كانت في القاهره. على فكره اتحاد المبدعين العرب ده من الحاجات من المراكز او المؤسسات النشطه جدا. رئيس الاتحاد مذيع معروف اسمه استاذ احمد نور. طبعا احمد نور هو مش مذيع بس يا جماعه، هو ملحن وحاجات كتيره كده، وحتى دلوقتي يعني اصدقاء وبكلمه وبيكلمني وبنسال على بعض. هو عضو لجنه اصلا السماع في الاذاعه المصريه. يعني ابتديت بقى تتحرك من هنا، مين شافك ونقلك؟ طبعا في التصفيات في اسكندريه، في قصدي في يوم التكريم، قابلني استاذي الجميل العظيم استاذ ماهر حسن، قائد كورال الاطفال قصر ثقافه العمال بشبرا الخيمة. قابلني وهو لي طبعا نشاطات كتير في قنوات اسلاميه وغير، يعني قنوات متنوعه. قال لي انت لازم تبقى معايا، يعني هو اعجب بصوتي. وطبعا استفدت كتير لما كنت
لما اتقابلت معاه وتعلمت منه. طبعا عملت شغل بقى كتير من خلال استاذ ماهر في قنوات اسلاميه وفي قنوات متنوعه، وعملنا كليبات حلوه جدا وتتابع برامج وكده. طب عمر، انت استمريت قد ايه مع الاستاذ ماهر، وامتى حسيت انك خلاص تخطيت المرحله دي؟ يعني امتى حسيت بقى انه انت استمريت تقريبا قد ايه مع استاذ ماهر حسن، اللي طبعا انا اعرفه بشكل شخصي، حد محترم جدا وحد شاطر جدا في شغله وخرج كتير من المواهب مش عمر بس. امتى ابتديت تتحرك بقى وتحس انه انا كده المسألة، يعني مع احترامي للاستاذ ماهر حسن، بس العباية دي ضاقت عليا، لازم ابتدي، انا كبرت، لازم ادور على حاجة تانية لبسها اكبر من كده. هو انا قابلته تقريبا 2006 و2005، مش فاكر 2006 او 2005، سبته بعدها باربع سنين، يعني 2008 و9 يعني بنتكلم في 3 سنين تقريبا، اربع سنين بكتير. طب خلال الفتره دي يا عمر كان دورك ايه جوه الفريق؟ يعني هل كان دورك مجرد انك انت بتغني في الفريق، ولا كان دورك ايه في الفريق؟ بص، هو الاربع سنين دول كان في منهم يعني مثلا وقت بدات اغني فيه اللي هو مثلا سنتين او بتاع شويه كده، وبدا يعرف ان انا بعزف. بعد طبعا ما بقيت، بدا هو يعني يعرف ان انا بعزف، وبدا يوجهني لمذاكره العزف على الاورج طبعا في الاول، لان ما كنتش اتعلمت عود. بدأت بقى أذاكر على إيد، يعني على 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 السيديات عامة معروفة، بس كان بيقول لي على ناس معينة أذاكر منهم. بدأت أقوى في الموضوع، فبدأ يشيلني هو شغل الفريق كعازف، وأوقات لما كان بيبقى مثلا مش موجود أو عنده شغل أو كده بيشيله لي كقائد. كقائد يعني أنت قدت فريق وأنت عندك مثلا 14 سنة. قدت الفريق اكتر من مره، وكان بيعتمد عليا كويس جدا، وكنت حتى قدام ناس، يعني قدام يعني هنتكلم على مستوى مثلا اصول الثقافه، فانا كنت قدام رئيس هيئه اصول الثقافه، كان ايامها دكتور احمد مجاهد، اللي انا طبعا بحترمه جدا وبحبه جدا. يعني انت خدتنا النقطه الحقيقه، انا كنت مأجل الكلام فيها، بس انت بكلمتينك دول فتحتهم. موضوع الكفيف وخوف احتكاكه بالعالم الآخر، انت في فترة من الفترات هل كنت خايف من يعني كفيف وقائد على مبصرين؟ ربما الناس تتخيل ان الكلام ده يعني بنبيع عليهم الهوى، لا فعلا الكلام ده يا جماعة موثق، وفي فيديوهات بتوثق الكلام ده. طبعا انا هنا بتكلم كموزيق يا جماعة، عمر انا عارف يعني اتولد الساعة كام، فبالنسبة بس هنا انا بتكلم معاك كمدير الحوار مش متحدث عن عمر، لانه عمر اكبر من ان انا واحد اتحدث عنه، يعني بس بحاول ان انا ادير معاه حوار. ربنا يخليك، مش هنقعد نجامل في بعض بقى، يلا نخلص. فالكفيف الشوكولاتة موجودة والله، الكفيف وخوف احتكاكه بالعالم الاخر، انت خطيت ازاي النقطة دي؟ يعني انت ازاي بقيت قائد؟ طبعا احنا بنتكلم عن فريق قصر ثقافة كله مبصرين، وبنتكلم عن اعمار صعبة الانقيادة، احنا بنتكلم عن عمر مثلا بتتكلم من اول مثلا 10 سنين او تحت لحد ما بتوصل لسن 17 سنة، الفترة دي بتبقى صعبة الانقياد. يعني لو بنتكلم عن كبار كان الموضوع ربما يكون فيه نوع من السهولة، لان الكبار بيبقى عندهم نوع من انواع المسؤولية، لكن ان انت تقود اطفال، عملت ده ازاي؟ بص، هو يعني انا من خلال ما انا كنت بقعد معاهم مع اصحابي اولا، لانه هو بص اصلا مفيش، انا يعني من وجهه نظري ان حكايه ان انا ما بشوف فيه، سيبك بقى من كفيف والكلام اللي يعني لا احنا بنقوله الرقيق، احنا عايزين سيبك من الكلام الرقيق ده، هو ما بشوفش. هو ما بشوفش، سيبك من حته ان انا ما بشوفش يعني وكده، ان انا مش هعرف اعمل حاجه، دي ده مشروع فاشل او موضوع فاشل، يعني لو فكرنا فيه مش هنعمل اي حاجه. ما كانش خرج عمار الشريعي، ما كانش خرج طه حسين، ما كانش خرج اي حد من الناس دي، نقشبندي رفعت لا كتير. بس انا بتكلم في قصه القياده، يعني اوكي الامثله كتير جدا للناجحين،
ومنهم ناس موجودة دلوقتي بتسمعنا على القناة. يا بيه يا عمار الشرعي كان قائد فريق أصدقاء برضو، عمار الشرعي قيادة. ممكن أرد عليك وأقول لك أنه عمار الشريعي الدكتور أحمد عبد الشافي هو اللي كان بيقود له معظم شغله. لا لا ده فكرة ودي ناس كثيرة. ودي ناس برضو دي ناس. أحمد عبد الشافي أنا أعرفه، هو طبعا بيدرس لنا في الكلية. دكتور أحمد عبد الشافي في الفترة الأخيرة مش في دلوقتي. طيب أنا بقول لك برضو أن دي ناس كبار مسؤولة، يعني أصلا مسألة القيادة ربما تكون ليها جانب فني، أنا بتكلم على الجانب الشخصي، على أنه أنت إزاي تفرض شخصيتك على مجموعة من الأطفال أصحاب عقول متفاوتة، كل واحد له تفكيره وكل واحد له دماغه، يعني واحد ماسك اللبانة وبيطرقع فيها والتاني ماسك الموبايل فاتح فيسبوك والتالت ماسك موبايل بيحب فيه، يعني الدماغات الدنيا هنا انا بتكلم عن عقول متفاوتة. بص هو احنا عشان كنا بنحب بعض وعمرنا قريبة من بعض وكلنا جايين عشان بنحب المزيكا بنحب المايسترو اللي مشغلنا، كلنا كان في بيننا وبين بعض كونتاكت، في بيننا وبين بعض اتصال. كل ما كان القائد او كل ما كانت الفرقة الموسيقية او اي فريق عامة في تواصل ما بين اجزائه، او انا بتكلم عن الافراد دول اجزاء فريق، كل ما كان الفريق في تواصل بين اجزائه كل ما كان العمل ناجح، ومش فارقه مين قائد متفرقش. المايسترو جه ما جاش، احنا عايزين نطلع بشكل كويس وعايزين نطلع الناس تحبنا ومش عايزين نقل، مش عايزين مستوانا يقل، لان احنا كان معانا مستويات، كان معانا مطربين. لا ما انا عارف الفريق ده طبعا وشفته عارفه كويس يعني، بس احنا هما طبعا كانوا بيحبوني جدا وانا كنت بحبهم جدا وما زلت يعني للناس اللي انا قريب منهم. هل ما كانش بيدور في الكواليس يعني كان في ناس مستواها برضو موجود معاك؟ محمد جمال مثلا اللي هو يعتبر ابن اخت المايسترو ماهر كمال، ماهر حسن، ماهر كمال ده عندنا احنا مدير هيئة قصور الثقافة عندنا في اسماعيلية، لكن ماهر حسن ابن اخته هو محمد جمال حد من الناس الشطار، هل ما كانش بيدور كلام في الكواليس ازاي واحد كفيف اعمى يا عم عشان ما ازعلش ايه واحد اعمى مش شايف حاجة يبقى هو المسؤول وانا طويل عريض اقف ورا زي اي حد وما بقاش مسؤول؟ هل ده ما كانش بيحصل؟ هو عايز اقول لك لا ما كانش بيحصل. هو محمد من الناس اللي كانوا بيساعدوني جدا في الحوار، في حوار ان انا لو في يوم مثلا هقود فيه كان هو معايا. انا بتكلم عن محمد جمال او غيره يعني تقبل فكره. لا ما كانش حد بيتكلم في كده لان هما كانوا عارفين انا ايه، كانوا يعني بتتكلم عن واحد يعني انا كنت رايح قال لهم ان انا ملحن وبلحن وليا الحان وعامل حاجات وسمعتهم شغلي وعايز اقول لك اني انا ذكائي يعني مش عايزه بس ابقى مغرور شويه، لكنه انا كان عندي الاحساس بالقيمه ما هوش غرور على فكره. انا عندي حته ذكاء في المزيكا بالذات، انا كنت بتعلم بسرعه جدا لدرجه ان انا يعني مثلا حد زي محمد جمال مثلا مطرب شاطر، كنت لما كان بيقول غربه مثلا معينه او مقام انتقال معين مثلا يعني او طريقه غنى معينه انا كنت بلقطها بسرعه واروح اشتغل عليها انا في البيت، فكنت باجي في تقدم. فهما كان حتى اولياء الامور بتوع الطلاب اللي كانوا معانا يعني الناس اللي كانوا مع المطربين يعني كانوا بحسوا بان انا بتقدم بسرعه عنهم في المزيكا. طيب فما كانش فيه خالص حته. طيب يعني اذا اي كفيف عنده قدرات تؤهله يتصرف بكل ثقة ويتحرك من غير أي خوف وهينجح وهيقدر يفرض نفسه على أي حد، نقدر نقول ده حلو قوي حضرتك دي عبادي. ده ما هو عشان الهواء الموقف ده أنا مدين لهذه الدكتورة. أنا كنت في كلية داخل أدرس مزيكا وكل حاجة بس ما كنتش أعرف يعني إيه مفاتيح بقى يعني المفاتيح دي عندنا في المزيكا اللي هي مناطق الكتابة الصوتية. دخلت مفترض ان كنا نحفظ المفاتيح ده موضوع خاص بالنوتة يا جماعة، لما تيجي تكتب بتقول مفتاح سول مفتاح ري كده يعني.
هم لا انا لسه هزورها. ماشي كنت مفترض احفظ المفاتيح في اول اسبوع، فالمهم المفاتيح دي خطوط ومسافات وكده يعني، فالمفترض بعد جيت بعد اسبوع مش حافظ المفاتيح، فالدكتوره بتقول لي مش عارف الخط التاني في مفتاح فال باص ايه. سؤال، طب انا ما هعرف ازاي الخط التاني من الخط التالت، انا لا شايف خطوط هو انا مش عارف هو انا لسه ما روحتش رمسيس الخط الاول اساسا مش عارف. المهم انا سكتت كده، فكرت ان انا بحسبها، قالت لي ما تحسبهاش ما تحسبهاش، قولها على طول. قلت لها ما انت لو تعرفي اللي فيها ما كنتش اتكلمتي. المهم انت قلت لي اللي بعدي فاللي بعدي فاللي بعدي، المهم كلهم قالوا صح. جت عندنا بقى قالت لي عمر ازاي بقى، انا يا ابني اول واحده درست المكفوفين في الجامعه، اذا كنت شايف ان انت يعني شايف نفسك كفيف وبتاع ومش هتعمل حاجه يبقى احسن لك روح. فانا داخل ادرس مزيكا وانا عمري ما فكرت ان انا عشان كفيف مش هعرف اعمل حاجه، ودايما متعود ان الناس بتطبطب عليك وعلى اي تبتب بتقول لك الله. لا مش كده خالص والله، مش حاجات كده، بس انا ما عنديش فكره ان انا عشان كفيف مش هعمل حاجه، والا ما كنتش قط طبعا. ف يعني انا عامه النوت البرايل يا جماعه بس مش متعود ان حد بيوجه لك ثواني، بس النوت البرايل بس عشان بس نبقى عارفين ما فيهاش حكايه المفاتيح والخطوط والمسافات والكلام ده كله، نكتب بحاجه اسمها الاوكتافات، يعني مثلا دو دي اللي مثلا اللي انا بدوس عليها دي في الاوكتاف مثلا الايه التاني او الرابع، فبكتب لا اللي انت بتدوس عليه ده كده التالت في الرابع في الرابع في انت نازل بس فانا بنكتب اوكتافات دي نقط بقى ليها نقط عندنا وكلام زي كده، طبعا ممكن ما تكون ما تعرفش الموضوع ده. المهم الدكتوره اديتني درس انا لا يمكن انساه، بعد ما خلصت المحاضره قلت لها معذره انا اسف وانا مش عارف اقول لحضرتك ايه، بس ان شاء الله الاسبوع الجاي هتلاقيني حافظ المفاتيح كلها، وحضرتك تساليني اي خط تحبيه واي مسافه تحبيها اي شارع شارع محيي ابو العز. بدات اتعلم نوته وصفيج، خلينا اذكر بس اسم الدكتوره، اسمها دكتوره اميمه عبد الحميد، من الدكاتره الكبار في الصفيج عندنا. هسال برضو، انت دلوقتي رحت القاهره وقدت واشتغلت وبعدين شفت ان العبايه دي واسعه عليك، امتى بقى ابتديت يعني انت كنت عارف بينك وبين نفسك انك ملحن، امتى ابتدى شغلك ده يظهر للنور ويبتدي مثلا يتعامل معاك او تبتدي مثلا تتعامل مع شعراء وتخلي الشغل ده يعني بدل ما انت بتلحن في بلاش الحمام في البيت خلاص ماسك العود بتاعك وخلاص، انت اتعلمت عود من الاستاذ ماهر حسن واتقنته بقيت كويس وابتديت تشتغل في موضوع الالحان، امتى بقى ابتدى اولا مريت بكم مرحله في مساله التلحين، بدات ازاي وانتهيت على ايه؟ بصوا يعني الناس كلها بتبدا بالحاجات العاطفيه وتلحن حاجات سهله وبتاع، انا اول لحن ليا كان مقام راست، كان لحن ابتهال، كانت قصيده، طبعا القصائد من اصعب الحاجات اللي ممكن تلحن. طبعا كان قصيده قالها الشيخ نصر الدين كبار كل الناس عارفاها، بك استجير ومن يجير، لحنتها خدت بتاع ربع ساعه تقريبا. طب قول لنا كده اللحن بتاعها، يلا قول لنا جمله يعني قول لنا شغلك يعني تعرف الناس كده بدنيتك يعني. كان بك استجير، شد يا عمر، بك استجير، بك استجير، بك استجير، بك استجير، ومن يجير سواك. الله الله، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. الله الله، فأجر ضعيفا، فأجر ضعيفا، فأجر ضعيفا،
فأجر ضعيفا فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. الله الله الله، ده أول ألحان يا جماعة، واخدين بالكو؟ يعني ده أول الكلام، امال هيعمل فينا إيه بعد كده؟ ما احناش عارفين، احنا مع بعض أنا وإنتوا على الله. طيب ده أول بداياتك، خلاص؟ قول لي بقى عمر، احنا اتكلمنا عن الدنيا العادية وخروجك بعد ما خرجت من البيت وخرجت ورحت أصول ثقافة ورحت غيره ورحت غيره، انت كنت في بيئة مكفوفين، والدك كفيف، انتقلت الى مدرسة المكفوفين، وخالك على فكرة، خالوا يا جماعة الأستاذ أحمد السيد مشروع مهندس صوت رائع رائع، وعملنا تسجيل موسيقى لسلسلة اسمها أفراح الصائمين، ربما قريبا جدا إن شاء الله نشوف حلقات منها على فرسان التحدي. حد من مهندسي الصوت اللي بيمتلكوا إحساس الحقيقة وبيتعلم بسرعة عالية جدا، بشكل عالي جدا، بشكل سريع جدا الحقيقة، فده حاجة من الحاجات اللي أنا حبيت أقولها، يا عيلة ربنا يعلم بيها كلها، ربنا يطلعنا منها على خير. يعني عيلة كلها ربنا يستر يعني. فالمهم نكمل كلامنا بقى، انت كنت في بيئة مكفوف، مين اللي اثر فيك غير والدك فنيا في هذه البيئة، وازاي كنت بتتعامل وانت يعني الاول، انت كنت في مدرسة داخلي من كده؟ طب كنت بتخرج الخروجات دي ازاي، وبتروح القاهرة وبتروح ده كله ازاي وانت في المدرسة وانت بتذاكر وانت متفوق في مدرستك، يعني انت جايب مجموعة؟ ما انا ما كنتش بروح. طيب قول لنا جوه المدرسة، قول لنا جوه المدرسة مين خد باله من موهبتك، وهل حد قدر يعني يقدمك بشكل كويس، ومن خلال المدرسة والمسابقات اللي خرجتها من خلال المدرسة قدرت تستفيد بإيه؟ ولا خلينا نكون واضحين، دايما كنت مفيد مش مستفيد؟ لا انا استفدت طبعا. اكبر استفاده ليا كان معرفتي بالفنان الكبير الراحل يعني بروح بجسمه، انما روحه باقيه، الاستاذ عمر الشريان، عمنا ده ما يتقالش عليه غير عمنا، شيخ الموسيقيين الى يعني دلوقتي، شيخ الموسيقيين وشخصيه يفخر بها اي كفيف، اي كان حتى لو بيختلف معاه في التوجه او اي شيء اخر، او ربما انه مثلا احد المكفوفين بيرى ان الموسيقى حرام او اي شيء من هذا القبيل، يعني طبعا انت ليك حريتك واعتقادك، كل واحد مننا له رايه، خلينا بس نبعنا من هذا الجدل، لكن عمار الشريعي فخر لاي حد بكلامه باندماجه في مجتمع وفرض نفسه على مجتمع، على فكره مجتمع الموسيقيين ده يا جماعه مجتمع الآلاتية دول حاجة صعبة جدا، والتعامل في هذا الوسط موضوع، إن ما كنتش تبقى حد يعني إدارجي، خلاص بالمعنى اللي انتوا تفهموه بقى وبالمعنى اللي أنا أقصده، ما ينفعش تستمر في البيئة دي، لأن البيئة دي فيها كل نوعيات أي حاجة ممكن تتخيل. فعمار الشريعي إنه يسود الناس دي ويبقى موجود في وسطها ويبقى راسه براس أتخن حد موجود، ده شيء يحسب له، لما يطلع في أي برنامج حواري بيتكلم بشكل يعني يفخر بيه أي كفيف الحقيقة عمار الشريعي، رغم اختلاف أي حد معاه. فأنت قول لنا بقى، تعرفت على عمار الشريعي إزاي، وكان إيه دوره، أو يعني هل في محطة نقدر نقف عندها مع عمار الشريعي عندك؟ عشان عرفته في آخر يعني آخر سنواته وكان تعبان، ف ما فيش محطات كتيرة يعني، هو محطاته ان هو كان معجب بيا جدا، يعني قصدي اللي اتعودت منه عليه يعني في السنوات دي ان هو كان معجب بيا جدا. طيب ما هي دي محطة، انه عمار الشريعي يذكرك، على فكرة عمار الشريعي ما بيجاملش في موضوع الفن، لا ده في الفن لا ما فعندوش، فانه يعجب بحد كفاية ان انا ما كنتش بروح المسابقات بتاعة المدرسة، كان بيبعت لي بالاسم، كان هو بيدنه فكرني يعني. انا حتى ما غنيتش قدامه، انا قلت قدامه بتهال، ف هو يعني اتكلم في حق كلام حلو جدا، ان شاء الله اشوف تسجيلات
ونزعها على فرسان التحدي. عمار قال كلمة أنا لغاية دلوقتي شايلها مسؤولية كبيرة جدا، وده اللي مخليني مكمل بإيدي وسناني زي ما بيقولوا في الابتهال، إنه قال عني علي محمود المستقبل، ودي حاجة صعبة صعبة. علي محمود ده حد لا يستهان به. طبعا شيخ علي محمود ده حد يا جماعة مبتهل، يعني أمة في الابتهال الحقيقة. طيب أنت رحت وخدت مراكز في مسابقات المدرسة اللي هي كانت أو كانت مسابقات المكفوفين اللي كان بيعملها عمار الشريعي. خلاص رحت والراجل شافك وعجبته، وأنا أعرف كمان أنه كان عايزك تشتغل معاه. للأسف بس هو عشان تعبان مقدرش مقدرناش يعني نعمل مع بعض شغل، كان بيت المستشفى وكده، فما يعني بس دايما كنت على تواصل معاه وبطمئن على صحته لفترة طويلة لغاية ما توفى يعني. طيب تحب تسمعنا ايه بقى العمار؟ يعني مش هينفع نعدي على عمار كده ومشي يعني. تحب تسمعنا ايه عمار؟ هتقول ايه وهتقول من ايه؟ يا جماعة بمناسبة الكلام عن الراحل عمار الشريعي، عمر شارك إلى جنب مجموعة كبيرة جدا من الفنانين، نذكر منهم على سبيل المثال للحصر كانت غادة رجب وخالد سليم. خالد سليم طبعا عمنا. هشام عباس. هشام عباس ومين تاني يا ربي؟ أمال ماهر. كانت أمال موجودة، ورهام عبد الحكيم، ناس كتير. مجموعة من الفنانين الكبار اللي كانت دار الأوبرا. أستاذ علي الحجار طبعا. دار الأوبرا اختارتهم لإحياء حفل تأبين عمار الشريعي، أو كان تكريم لاسم الراحل الكبير عمار الشريعي، وكان غنى بعوده منفردا من غير فرقة. ده طبعا عشان الناس تبص عليه مش عشان حاجة تانية، عشان الناس تبقى شايفاه أكتر ويبقوا بصين عليه قوي طبعا. ودي حاجة طبعا يا جماعة، إنه دار الأوبرا تختار عمار الشريعي، واعتقد ان لم اكن مخطئا كانت مسؤوله في الايام دي الدكتوره ايناس. لا، دكتوره جيهان مرسي، برضو حد من الناس اللي رئيس اداره الموسيقى الشرقيه في الاوبرا بعد مسخر عمر خيرت. طيب قول لنا بقى حاجه كده انت بتحبها العمار، او حابب تغني اللي انت قلته يوم حفله التقديم اللي ريحك. مش قول حبيبتي. هتقولها منين؟ دوكا. طب ثواني بقى عشان ننزل من اللي احنا كده 100 مول. نرفع. حبيبتي من ضفيرها طل القمر، ومن شفايفها ندى الورد بات، ضحكتها بتهز الشجر والحجر، وحنانها بيصح الحياة في النبات. حبيبتي من ضفيرها طل القمر، ومن شفايفها ندى الورد باد، ضحكتها بتهز الشجر والحجر، وحنانها بيصح الحياة في النبات. حبيبتي بتعلمنا حب الحياة، من حب فيها حياتي شمس وربيع، والحب في الدنيا دي طوق النجاة، لولاه يضيع قلب المحب الوديع. يا حلوة يا بلدنا يا نيل سلسبيل، بحبك انتي رفعنا رصد الفوق،
لو الزمن ليل ما يرهبنا ليل، شوقنا في عروقنا يصحي شمس الشروق، الحلوة قلب كبير يضم الولاد وزادوا يزقوا ودا وضلوا تبيل رارارارا، الحلوة قلب كبير يضم الولاد وزادوا زوادا وضلوا سبيل الموت والاستشهاد عشانها بلاد، وكلنا عشاق وكلنا عشاق تراب النبيل. الله يرحمك يا عمار، الحقيقة افتقدنا الحاجات الجميلة دي. كنت عايز أسألك يا عمر في موضوع زي ما بقولك كده، انه انت استفدت من مسابقات المدرسة في قصة عمار الشريعي وتبنيه او يعني عزمه لولا ظروفه الصحية انه يعمل معاك ويتبنيك، وده شيء صعب جدا يا جماعة بالنسبة لعمار الشريعي. يعني عمار الشريعي تراك مسلسلاته هو اللي كان بيختار مطربينها عشان بس الناس تبقى عارفة، والناس اللي بيشتغلوا معاه هو كان بيختارهم فردا فردا، ما بيتفرضش عليه حد عمار الشريعي اطلاقا يعني. كنت عايز اسألك يا عمر، انت قلت ان انت ما كنتش بتروح تقريبا المدرسة، طب بتذكر امتى في وسط زحمة الشغل والضغط الكتير ده واللقاءات التلفزيونية والتنقلات كتير جدا للقاهرة، كنت بتذاكر ازاي؟ بص يا صديقي، هو انا كنت يعني مش ما بروحش بالمعنى اللي هو، بس كنت بروح قليل يعني، بس كنت لما بروح كنت بقعد الدروس اللي هم خدوها وهم بيراجعوا كده كنت بفهمها يعني، من الخطوات مثلا ومن الحل وكده كنت بفهم الدنيا ماشيه ازاي، خصوصا في حاجه مثلا زي الرياضيات او زي الحاجات الصعبه كنت من المراجعه كنت بفهم. هو طبعا الدرس كان بيبقى عندنا مثلا زي ايه، درس مره وبعد كده تمارين لغايه اخر الشهر او لغايه اسبوعين مثلا، فانا كنت بعتمد على حل التمارين، ما كنتش قليل اول ما بعتمد على شرح الدرس، فلدرجه ان مدرسه الرياضيات في مره قالت لي انت استاذ سحر عيسى، المدرسه دي من اعز الاشخاص يعني على قلبي قاطبه في الدنيا بحلها مش في التدريس بس الحقيقه بصراحه هي، وعندنا كمان فجت قالت لي انت فاشل، انت قالت لي عايز اقول لك على حاجه يا عمر، انت اصلا بقيت فاشل. قلت لها الكلام ده من قلبك؟ قالت لي اه من قلبي. قلت لها والله العظيم هو من قلبك بس ماشي. فالمهم قعدت، ده كان في اول الحصه، فقعدت كملت معاها الحصه في الحصه اللي قالت لي فيها انت فاشل دي، فجيت في الاخر كده بتقول لي انت يا منيل انت عبقري بس ما بتجيش اعمل لك ايه؟ يعني انا كنت يعني بذكر اللي هو ايه بقى يعني قبل الامتحانات كده، يعني كنت بقعد بقى بمسك بما اني ما كنتش بروح يعني، فبقى قبل الامتحانات باسبوعين كده ثلاثه كانوا الناس كلهم بتقعد تراجع وبتروح تراجع وبتاع، انا ما بقاش فاضي المراجعات، اقعد بقى اراجع مع نفسي انا في البيت اذاكر عربي ومش عارف انجليزي وفرنساوي كده يعني. التحرك بقى يا عمر، تحركاتك الكتير جدا دي يعني كيف بدات وكيف اصبحت الان؟ يعني انت كنت بتتحرك ازاي الاول في سنك الصغير ده، التحركات الكتير دي وبعدين دلوقتي ازاي بقيت بتتحرك؟ في الطفولة كانت والدتي هي اللي يعني معتمد عليها بقدر كبير في المشي الحركة يعني، وبعدين لما كبرت بقى دلوقتي بقيت بقى مع نفسي في القاهرة وكفيف لا اله الا الله لا اله الا الله. طبعا في ناس كتير ممكن تقول كده لكن طبعا في ناس مكفوفين احنا نعرفهم طبعا بيتحركوا في القاهرة، ازاي بقى في القاهرة وخصوصا انك انت تقريبا بتروح وسط البلد، يعني انت بتتكلم في انت يعني كلية التربية الموسيقية بتاعتك قريبة جدا من وسط البلد في الزمالك، خلاص الزمالك يعتبر وسط البلد يعني او هو وسط البلد فعلا،
ازاي بتيجي وانت انت ساكن في انت هل انت مثلا ترددك على اسماعيليه بيبقى شكله ايه وانت في الجامعه وانت ساكن فين في القاهره؟ انا ساكن في الصين الشعبيه علبة النخل عين شمس منطقة عين شمس بس هي اسمها عزبة النخل قرب من منطقة المركب لا يعني هي قريبة من عين شمس قريبة من عين شمس مترو بقى مترو كده انا قاعد طبعا مع اثنين صحابي في الاول طبعا احب اوجه لهم الشكر هما اثنين انونجيه شاطرين جدا مينا وكرولوس دول بقوا حاجة مهمة في حياتي يعني هما مسيحيين وبنقعد نقول ترانيم مع بعض بقى ونقول وهم بقروا قرآن وكده يعني بنروح مع بعض الكلية وقت لما لو هما مش رايحين مثلا أنا عندي شغل بسيبهم أنا وأمشي وبعدين برجع لهم يعني بيبقوا هما طبعا بيبقوا خايفين عليا بتسيبهم وتمشي وترجع لهم انت بتقول الكلام ده على انه كلام سهل كده ممكن نعديه يعني لا قول لي بتسيبهم وتمشي وترجع لهم ازاي هما فعلا بيبقوا خايفين لدرجه ان هما بيبقوا يعني اصل التحرك في مصر في القاهره عامه سهل اسهل من مدن كتير اصل اي توك توك من اي حته يوصلك في اي ناحيه وبعدين المترو مقرب الدنيا وتنزل هتعدي اي حته اي كوبري هتلاقي مواصله انت بتتكلم في الموضوع بمنتهى كانك بتاكل شيبسي بطاطس يعني الراجل كانه بيتكلم عن ليز ما بيتكلمش عن القاهره المزدحمه اصلا ركوب المترو والنزول منه دي قصه صعبه جدا بس انت بتركب بتلاقي نفسك بتركب لوحدك لا ما انا عارف وبرضه بتنزل من قوه الدفع طب قول لنا بقى موقف طريف كده من المواقف اللي حصلت لك وانت بتتحرك لوحدك كده وانت بتركب مترو او بتنزل مترو او بتروح مع يعني بتخرج من محطه او بتدخل محطه قول لنا موقف طريف كده من المواقف اللي حصلت لك في حاله زي دي والله بص هو اول مره كنت اركب المترو كان اول يوم كليه كان معايا والدتي وقبل طبعا ما كنت اتعرف على حد ما كنتش اعرف كليه فهي كانت خايفه وقالت لي اجي اوصلك يا ست خليك قالت لي لا فالمهم رحت ركبت المترو ونزلت محطه رمسيس عشان اغير ابره وبعدين اخد الحته دي ماشي لغايه ايه الزمالك هي قريبه يعني اليوم ده كان يوم غريب وزحمه لدرجه بنت لذينه تقريبا كان الشعب كله كان في المترو فالمهم نزلت اليوم ده احنا كنا معاك في القاهرة صح؟ كنا بنعمل فايدة الرحمن صح؟ كان أيوة كان ايام فايدة الرحمن لا مش الفرد فايدة الرحمن كنا راجعين انا وانت من شغل تقريبا انا فاكر لا كنا مأجزين وانت كنت في جامعتك واحنا كنا مستنيينك كان يوم اجازة رمضان كنا مع سيد رمضان ورجعنا شغل ايوه انا افتكرت اليوم ده المهم ركبت مش ده اليوم اللي رجلي فيه زنقه في راسي ايوه هو ده ايوه اللي طلعناك من الصين المهم نزلت رمسيس واذا بي انزل وسط جمهور كبير من الناس الحشد كان يومها رهيب يعني انا نزلت بحاول اطلع لقيت نفسي دخلت في نص ناس كده وناس من الناحيه دي بتزق عشان تركب المترو وناس من الناحيه دي بتزق عشان تنزل من المترو وكان في اليوم ده تقريبا في الموقف ده يعني لا يقل عن 2000 نفر تقريبا حاجه كده يعني فالمهم الناس اللي الناحيه دي بتزق والناس اللي الناحيه دي بتزق وانا كنت بتمرجح في النص لامي وامي قاعده تقول لك ايه بقى امي انا دراعي اتزنق في النص امي يا عيني مش عارف تعمل ايه يعني ست برضو يعني تعبت في حياتها وكده ف يعني مش قادره تقاوم يعني تقاوم مين يا عم المهم اي مجر هي إيه عايزه تنقذني باي طريقه فالمهم قاعد تقول ابني وانا اقول لها لا الحلال ببص احنا مش هنطلع مالكيش دعوه هي تقول ابني وانا اقول لها مالكيش دعوه سيبني في اللي انا فيه ما تناديش عليها خالص المهم قعدنا يعني نطلع كده لغايه ما وصلنا بلاد تشيلك بدل تحطك
والله قلت تشيل ولا تحطني لغايه ما لقيت نفسي جنب حيطه. فاذا انت موقع على ظهرك. والله العظيم يعني انا قلت ايه ده، انا هدني في الزفت ده كل يوم، لا ده انا كده مش هروح الكليه. واللي فاجئني بقى ان انا اروح الكليه بعد ده كله لقاها فاضيه. وانت قعدت تقول لي الكليه يعني هتلاقيها فاضيه الايام، ما انا مش قلت لك بلاش تقول، يا ريتني كنت سمعت الكلام ده. طيب يا عمر قول لنا بقى في مرحله ضمك او اعتمادك في الاذاعه المصريه كمبتهل. طبعا احنا لسه قصه التلحين دي ما انتهيناش منها لانه انجازات كبيره جدا بالنسبه لك. الناس اعتقد انها مستمتعه وما عندهاش اي مشكله، واصلا ما ينفع اصلا هو يوم يعني، ف يعني نص ساعه ان شاء الله هنخلص باذن الله. انا بس عايز اتكلم معاك في نقطه اللهم صل على، انت نسيتني انا كنت بقول ايه، الله يخرب بيتك، انا كنت بقول ايه يا ابني، كنت بتكلم معاك عن نقطه اعتمادك كمبتهل للإذاعة المصرية. جات ازاي في السن ده؟ وهل ما واجهتش اي عقبات؟ لا هقول لك، انا ما كنتش رايح عشان اخش لجنة، كنت رايح مستمع عادي جدا يسمع الناس. انا كنت دايما بحب صحاب ابويا، فيهم ناس يعني صوتهم كويسة جدا، مشايخ يعني قراء مبتهلين، فكنت دايما بحب اسمعهم بقى. مين اكتر واحد بتحبه في القراء ومين اكتر واحد بتحبه في المبتهلين؟ لا هو في كتير يعني، في ناس في ناس كتير يعني مثلا يعني انا هقول لك انا طبعا لا انا ما بتكلمش على عم الشيخ عيد شرف، طبعا هو جرنا على فكره هنا موجود في يعني في ضواحينا هنا، لكن انا بتكلم از جنرال مش في اسماعيليه يعني بشكل عام. ما انا بقول لك في كتير، لو جينا اتكلمنا باسماعيليه وبره في كتير يعني. انا مثلا في اتنين بصراحه بحبهم جدا وبحترمهم جدا كمبتهلين وكقراء، كقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي ده صاحب انا بقى. الشيخ ياسر الشرقاوي ده يا جماعه حاجه يعني مش عارف اقول ايه، ده صاحب انا بقى وصديق الصدق يعني، وسن صغير لكنه شاطر جدا 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 وبيعمل حاجات يعني مفيش حد بيعملها في جيله، وثقف موسيقيا يعني هقلل فيها معتز، معلش معتز حبيبي طبعا، مثقف موسيقيا وبالتالي بيعمل حاجات ما بيعملهاش غيره، وعنده طبقات بيوصل لحتت بعيد جدا يا جماعه في القراءة، يعني شيء صعب جدا. كمبتهل بقى الشيخ محروس، الشيخ محروس ده انا ما قابلتوش كتير، او عفيفي محروس يا ربي، حد عنده احساس جامد جدا الحقيقه يعني. وبصراحه انا كان نفسي تقول لي الاثنين دول عشان كده انا قلتهم يعني. لا ما هو يعني اصل بقول لك في كتير، ما انا من ضمن الناس اللي كنت هقولها، لان في لسه في يعني مش عايزين نهضم حق حد، ابراهيم راشد. لا ما هو يعني بص انا بحترم كل الناس لكني بفضل أكيد. نفس الحكايه. لا انا من الناس اللي بفضلهم طبعا بفضل في السماع ياسر الشرقاوي، بس انا بتكلم عامه على الصحبه موبايل في الاسماعيليه يعني قبل ما يخش الاذاعه، بتكلم على قبل ما يخش الاذاعه. طيب نكمل بقى اجابتنا على سؤال المهم قبل يعني انا كنت رايح اسمع الناس كنت صغير، فما ينفعش ان انا انت شايف نفسك صغير بقى انت لسه يعني انت شايف نفسك كده فغيرك هيشوفك انت طفل فعلا، فما ينفعش اخش في وسط الناس الكبار دول اعمل ايه. المهم لقيت ابويا، انا كنت قاعد بشرب طبعا الشاي كده، ده طبعا مشروب المفضل الصبح يعني، فكنت قاعد على الترابيزه في ذات القناه بشرب الشاي في الكافتيريا عادي، فلقيت ابويا جاب استمارتين وكتب اسمه في استماره، وانا عارف انت بتعمل ايه وش كده، قال لي بقول لك ايه احنا هنكتب اسمك، ودخلت ما دخلتش عم بس استنى انا مش داخل، اللي خلصك الاستماره كده حتت بقى ان انا هخش اعمل ايه بعد كده، اللي خلاص انا كتبت ودبست وخلاص وابوك اللي بيخالف كلامه بيخلص يعني. تمام هو طبعا الناس كتير ما تعرفش ابويا يعني عندوش انا بقى حتت انا شوف طفل زي كده يفكر يعني في تفكير زي ده، انا هخش اعمل ايه بس الوحيد اللي كان بيقدر على ابوك العبد بالله الوحيد اللي كان بيقدر على ابوك وبيمشي كلامه عليه
العبد عشان هو لله. بيحبك عشان هو لا طبعا انا عارف والله. لا هو اكيد لما بيشوف انه رايي صح طبعا عشان كده بيقتنع بيه. بنتخانق كتير ويعني لكنه في الاخر لما بيفكر وبيعرف ان وجهة نظري صح، وبيبقى عارف ان انا خايف على الشغل، فعشان كده يعني بنوصل في الاخر لمنطقة اتفاق. يعني دخلت اللجنة، بس قبل ما ادخل اللجنة انا كنت بفكر في تفكير غريب جدا غير الناس كلها. الناس كلها واقفين يسمعوا بعض عشان يشجعوا بعض، انا كنت واقف جنب الاستوديو، كلنا كنا واقفين جنب الاستوديو، فكان في صوت طالع كده من الباب. انا بركز على المبتهجين اللي داخلين لي، مش عشان اشجعهم لا، ايوه انا عشان اشوف هما عملوا ايه جوه وما عملوش. تمام ده هعرفه ازاي؟ طبعا اللجنه ما بتقيمش، ما بتديش تقييم فوري. أيوه. اللي انا قصدي عليه ان انا اشوف اختاروا مقامات ايه جوه عشان ما اخشش جوه اختارها. تمام بتحاول انك تشتغل ليه حاجه من خلال علمك برضو البسيط ايامها، من خلال علمك وثقافتك. فانا وقفت وسمعت كل الناس، لقيت ان كل الناس بتقول المقامات المعروفه. فانا ده لما دخلت قلت المقام ما حدش كتير بيقول منه. ما تقول لنا طب قلت ايه؟ امسك كده اتكل على الله. عفوك ورضاك يا رب، نوح الحمام على الغصون شجاني، ورأى العزول صبابتي فبكاني. نوح الحمام على الغصون شجاني، ورأى العذول صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من ألم نوى، وأنا أنوح مخافة الديان. أظن إن اللجنة طلعت النتيجة في ساعتها، يعني ما أعتقدش إن الموضوع، لأنه فعلا مفيش يعني على فكرة عمر، وده هنتكلم فيه بعد كده، إنه عمر خلى مبتهلين ياخدوا منه يسمعوه. تخيل بقى أما مبتهل كبير عنده 40 سنة ولا أكتر، خلاص لأنه معظم المبتهلين سنهم على فكرة متوسط سنهم، يعني إبراهيم راشد وعمر فرحان هما الاثنين أعتقد، مش كده عمر؟ لا، في الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. يعني هما دول الثلاثة اللي هما في المبتهلين سنهم صغير، لكن بعد كده السن بيعلى بشكل كبير. يعني هم دول الثلاثة، والثلاثة بسم الله ما شاء الله شطار يعني، لكن عمر له بصمته المختلفة اللي بياخد منها مبتهلين ويبتدي يشتغل عليها. عمر انت طبعا كده خلاص انت اعتمدت. اول فجر بقى بعد ما اعتمدت كان بعد قد ايه من اعتمادك، وعملت فيه ايه، وكان شكل احساسك عامل ازاي؟ تقدر تقول لنا سنك كان قد ايه بالظبط يا عمر؟ بالظبط يعني بص هو كان في 2014. طيب يعني سنتين من دلوقتي او سنة ونص. امتى في 2014؟ كان 1/1/2014. يعني بنتكلم في كمان، يعني احنا دلوقتي في 2016، في منتصف 2016، وسنة 2015 متكاملة، وسنة يعني بنتكلم في داخلين في يعني عدد برضو كبير. يعني احنا بنتكلم في انه عمر كان عنده اعتقد 17 سنة. قول لنا انت مواليد كام بالتاريخ بالظبط كده عمر، عشان برضو ما نضحكش على الناس يعني. 28/3، بس انا بخليها 25. ماشي. قول لنا الرسمي يعني. 28/3/1995. يعني سعادتك كان عندك 17 سنة إلا شهرين. بالتحديد. 17 سنة إلا شهرين. أعتقد إن ده يتكتب كأصغر، مش أعتقد، أجزم إن ده فعلا هو سن لأصغر مبتهل معتمد، وما أعتقدش في القريب العاجل هيجي حد سنه صغير في السن ده
يعتمد بالشكل ده، يعني انت محقق شيء انجاز في حد ذاته. طيب طيب يا عمر، انت انتقلت من قصه، قول لنا قول لنا بس كمل لنا عن قول لي بس الاجابه على سؤال اول فجر، كنت بتحضر له ازاي، وهل حضرت له نص يعني متقال قبل كده، ولا انت كنت بتجيب نصوص مكتوبه لك مخصوص؟ بص كنت جايب نص مخصوص. مين اللي كتبه؟ كان الشاعر القدير استاذ بدر عبد المجيد. هو اللي كتب لك بدر عبد المجيد. يا جماعه للي ما يعرفوش، هو بدر ابو هبه اللي معانا على زلو، اللي ما يعرف يعني اللي ما يعرفش انه اسمه استاذ بدر عبد المجيد، هو بدر ابو هبه اللي هو على الفيسبوك بدر ابو الزهرات الثلاث، هو ده الاستاذ بدر اللي كتب اول فجر العمر. طب ما تقول يلا. أرض الكنانة قد رعاها الله، ولقد تعهد شعبها ورعاه. أرض الكنانة قد رعاها الله، ولقد تعهد شعبها ورعاه. سل أم إسماعيل، سل أم إسماعيل، سل أم إسماعيل حين استوحشت، حين استوحشت من شق زمزم لابنها وسقاه. بنفخر فيه، بنحيي وبنفخر فيه. جزء يعني. طيب كنت عايز تقول ايه بقى يا عمر وانت طالع في اول ابتهال كمبتهل، كاصغر مبتهل معتمد في الاذاعه المصريه، واكيد هيبقى في اقاويل متقاله. طبعا احنا بشر يا جماعه، يعني ربما في اوساط المبتهلين او غيرهم من اوساط البشر يقول لك ده عشان ابوه راجل معتمد وله كلامه، وعشان هو برضه ظروفه. فهم كنت عايز تقول من هل فعلا الاقاويل دي اتقالت وتناثرت وسمعتها ورديت عليها؟ هل يعني كنت عايز ترد عليها من خلال الابتهال ده؟ بص حطت الظروف ما اتقالتش، بس اللي اتقال انه وهيبقى هو وابوه في الاذاعه، ولا يعني كان اتسمعت كمطرب قبل الابتهال فقال لك ده مطرب هو ايه اللي هيخليه مبتهل، ده هيبقى مش هيبقى حلو. وكنت بحارب في الفواصل، ولدرجة ان انا كان حتى بعد ما طلعت الفجات كان بيتدور على رقم اعتمادي عشان اتوقف، واللي كان بيعمل برضو ده كده حد كفيف. هما للأسف يعني بعض المكفوفين ولاد حلال الحقيقة في بعض، جدا بيحبوا يخدموا على بعض بطريقة ما يعني مش متخيلة، يعني بصراحة بيحبوا يخدموا على بعض بشكل رهيب بعضهم طبعا، لكن الحقيقة من خلال تعاملي مع الكتلة اللي موجودة معنا دلوقتي، لا كتلة يشوبها الاحترام الحقيقة والطيب، ودايما بتحب لغيرها النجاح وبتحب تساعد غيرها بشكل كبير الحقيقة، يعني من خلال تعاملي معاهم. طيب يا عمر، تخطيت انت مسألة اول فجر وبدأت خلاص موضوع الابتهال وبدأت تمشي في موضوع الابتهال، طب رد الفعل بقى بعد أول فجر، هل ابتدى الكلام ده يقل والصوت ده يبتدي يخفت من خلال يعني اللي انت عملته في أول فجر؟ أنا بدأت أتعرف وبدأت يبقى ليا مش عايز أقول مدرستي، بس يبقى ليا بصمت في الابتهال. طيب نكمل، زي ما قلت لك ابتدت الاقوال دي طبعا تخفت بعد اول ابتهال وانت جاوبت على السؤال ده. طيب السلاسل الاذاعيه بقى، انت اشتغلت ثلاث سلاسل يا عمر، سلسلتين في قبلها. طب قول لنا انت بقى، كلمنا
اعتقد الليلة المحمدية هي اللي قبلها. قبل الليلة المحمدية كان في برنامج اسمه خير الزاد، كان مع استاذة برضو مع المخرجة القديرة استاذة يسرية علي. قول لنا بقى مدام يسرية علي، بس الاول خلينا في الجزء المحلي، هل انت ابتديت في اذاعة القناة وراديو القناة قبل ما تشتغل للاذاعة المصرية كاملة؟ لا ولا لا الاذاعة المصرية الاول. الاذاعة المصرية اولا. طيب الإذاعة المصرية يعني أنت ابتديت بالشقلوب، يعني الناس المفروض أنها بتتحرك، يعني أنها بتبتدي من المنطقة اللي هي موجودة فيها، وبعد كده من خلال المنطقة اللي هي فيها تبتدي تنطلق إلى القاهرة. لا أنت بسم الله ما شاء الله كعادتك يعني ماشي بالشقلوب. فقول لنا الشقلبة دي حصلت إزاي وجات منين وجات إمتى؟ هل جات بعد بعد اعتمادك كمبتهل ومن خلال دخولك بقى وتكرار وجودك في الإذاعة؟ لا لا، قبلها كان في حفلة عيد الإعلاميين، كان أول مرة يعملوا فيه ابتهال القرآن في عيد الإعلاميين، أول مرة في التاريخ، اللي هو عيد الإذاعة المصرية اللي هو 31 مايو. طبعا ده حدث تاريخي، هو مرة يتعمل ابتهال القرآن في حفلة زي كده. فالمهم انا يعني الوحيد اللي اختاروني من المبتهلين، كان دكتور ابراهيم مجاهد يعني ربنا يمسيه بالخير، والاستاذ انتصار شباب هم اللي عملوا الحوار يعني. فانا يعني رحت ابتهلت، فكانت موجودة يومها الاستاذة يسرية علي، سمعت التهالي في الحفلة، هما 3 دقايق كترتش. يعني هي حبتني جدا، حبت أدائي، ويعني من ساعتها ويا حتى ما كانش معاها تليفوني، بس لقيتها جايباه وبتكلمني، احنا لازم نعمل حاجة سوا يا ست، انا ما طلعتش هوا لسه. الكلام ده كان في سنة 2014 برضو؟ قبلها. لا قبلها. قبل اعتمادك. 2012 او 2012 حاجة كده. يمكن في 2012 كمان. في 2012 يمكن. المهم قلت لها طيب هنتقابل وحضرتك تقولي لي الفكرة اللي حضرتك عايزاها ونظبط الدنيا. قابلتها ادتني كلام، انا ما يعني كانت قصيدة كده، فانا ما قلت لها لا طب بص بقى انا هجيب لك شعر تاني خالص ونعمل. قالت لي ماشي، جبت شعر وروحنا. مين اللي كتبه؟ لا كان من دواوين مش يعني انت كمان. والله يا اخي انت مش عارف هتعمل فينا ايه تاني. يعني انت كمان جبت دواوين وبحثت فيها ودورت على نصوص وخرجت نصوص ورحت وديتها لمدام يسرية عشان خاطر تشتغل بيها. يعني انت ما عجبكش الكلام، ها؟ الكلام ورحت جايب كلام انت بقى ايه وريته لها. مدام يسرية علي دي يا جماعة حد من الناس، من الشخصيات اللي قلما تتعامل إنسانة عندها رؤية بعيدة النظر بشكل غير طبيعي، وهيجي وقت نتكلم عنها بالتفصيل، وهنقول لكم بعض المواقف اللي حصلت معانا تخصها إن شاء الله لما يجي وقتها بإذن الله. خلينا بس نكمل، أنت جبت الكلام ووديته لها من ديوان مين بقى بالظبط؟ كان لابو العتاهية وناس تانيين تقريبا. طب كان إيه المشروع بالظبط؟ هي كانت سلسلة ولا كان برنامج مثلا؟ كان برنامج يعني كان بيتكلم عن تقريبا اخلاق الصحابه، الاثار وكده يعني. انا كنت عامل الابتهال بتاعه، عملت مره عن الصحابه، ومره عن يعني برامج يعني ابتهالات عاديه. كان بيتكلم كل مثلا مره في موضوع شكل كان ابتهال عادي. استمر ده مدته قد ايه يا عمر؟ كان لا البرنامج كان بيتذاع تقريبا طول السنه، او دوره مش فاكر بالظبط. دوره اذاعيه. دوره اذاعيه. دوره الاذاعيه يا جماعه اعتقد بتبقى 6 شهور، 3 شهور ولا 6 شهور؟ 3 شهور. الدوره الاذاعيه يا جماعه بتبقى 3 شهور، كل دورة بيبقى فيها تغيرات. عايز اقول لك انه تقريبا اتذاع طول السنة يعني. كان بتعيد. ايوه ما هو في برامج يعني بيتم استمرارها. لكن كان بتعيد شغلي وكان بتعيد الحلقات. ومهم
يعني الكلام ده كله اتذاع حتى قبل ما اطلع هوا. طب هتزعق لي ازاي قبل ما اطلع هوا؟ اقعدوا بقى حربوها وانت ازاي هتزعق له، ده ما لسه ما طلعش هوا وبتاع يعني. فالحمد لله اتوفقنا يعني، وقلنا وهي من ساعتها وهي مش عايزه تسيبني، لازم تقول لي كل هي حتى وانا بكلمها من فتره بتقول لي انا مش هدخل استوديو الا معاك انت وعلي وكده. ف طيب توطدت العلاقة بينك وبين مدام يسرية واستمر العمل. طيب قول لنا بقى يا عمر، استمر العمل لحد فين؟ يعني مشروعك القادم مع، او مش مشروعك القادم، يعني ايه اللي حصل بعد موضوع البرنامج اللي انت كنت بتحكيلنا عليه ده؟ حصل احنا بدأنا بقى نتعاون في حاجات كبيرة في كمان المحمدية. هنط معاك وهتكلم عن محطة فيض الرحمن في شهر القرآن، وهي دي المحطة الكبيرة قوي اللي انت يعني استمر بعد كده الشغل بينك وبين مدام يسرية، وجات محطة فيض الرحمن في شهر القرآن. ازاي ابتدى الموضوع وبعد كده نتج عنه ايه؟ لقيتها بتكلمني واحنا هنشتغل مع بعض السنة دي. طيب ماشي هنشتغل مع بعض ايه؟ تهال زي المرة اللي فاتت ولا ايه النظام؟ قالت لا انت هتلحن حاجة شوف بقى، هتلحنها بتهال، هتلحنها يعني مزيكا، ده براحتك انت خالص. فقلت لها ماشي. انا لحنت الموضوع، جينا نعمله بالعود انا وابراهيم راشد، ما لقيت الموضوع هيبقى مش ميت، مش لطيف ميت. وبعدين طبعا كان ابراهيم قعد شويه كده حصلت عنده يعني ظروفه ما سمحتلوش ان هو يكمل. يعني قلت لها لا بص بقى احنا من الاخر هنوزع الحوار ده توزيع موسيقي كويس جدا ونحاول طلعه بشكل كويس. قالت لي بص انت براحتك. فهم قعدنا بقى وزعناه وطلع النور الحمد لله يعني، وتزعل يعني وهو بتزعل السنه الثانيه على التوالي الحمد لله. احنا قلوب الخلق اللي احنا عملناها في الاول دي يا جماعه كانت في فيض الرحمن. انا هسرع بس شويه الاسئله. قول لنا عمر، واجهتك مشاكل خلال فتره اولا تنفيذ البرنامج ده يعني استغرق وقت قد ايه من ساعة ما بدأت بقى التوزيع الموسيقي للبرنامج لحد ما انتهى البرنامج وسلمته، ده خد وقت قد ايه؟ مش عارف ممكن نقول ايه، انت مش انت اللي موزع ما تقول. لا انا بسألك انت، انت صاحب العمل في الاول وفي الاخر. هو يا جماعة الموضوع ده استغرق شهر. استغرق شهر، كنا بنشتغل من الاثنين للخميس من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 10 بالليل، بندخل مبنى التلفزيون الساعة 12 الا ربع 11 ونص، وننتهي من التسجيل على الساعة 10 بالليل لحد ما سلمنا العمل وسجل. كان في كواليس والله كانت جميلة جدا للعمل، كان نفسي الحقيقة بس للأسف ما قدرناش يعني للأسف ضاعت من على موبايلي. كنت مسجل لهم من قلب المترو وسجلتهم من قلب الشقة اللي كنا قاعدين فيها، ومن قبل او من قلب الاسانسير بتاع مبنى التلفزيون ذات نفسه. طب قول لنا عمر اخر حاجه هسالك فيها موقف طريف تحكيه لنا حصل اثناء فتره تسجيلك لفيض الرحمن في شهر القران. اكثر موقف طريف يعني اول يوم توزيع، المهم استاذه سريعه تجيب لنا الغداء يعني، وكانوا مهندسين الصوت بيغيروا شيفتات المهم قعدنا عشان ناكل وكده. فالمهم علي ايه، علي اندمج قوي في التوزيع، واول مره كنت اول مره اخش استوديو تقريبا. لا مش اول مره اخش استوديو، بس الموضوع استوديو يعني. اذاعه استوديو اذاعه وتشتغل في عمل كبير يعني. فالمهم علي بقى قاعد ايه مخمخ بقى في التوزيع، تحس ان هو بقى يتعب هبع بسلام قاعد. المهم قعد بعد ما خلص لقينا علي راح قال لك صلي العصر. طب ماشي صلي العصر، قعد على الكرسي صلي العصر، واحنا كلنا قعدنا بقى ايه مثلا صلينا وبتاع. فالمهم قاعدين بنا لقينا لك علي حصلت له حاجه كده اغماء من كتر الارهاق فالمهم صحيناه حاولنا نصحيه يعني، لقيناه قايم وحاطط ايده على الارض. بتعمل ايه يا علي؟ قال لك انا بدور على المي.
دور على المياه الارض علي، انت كنت تهمني بعقلك ولا ما انا مش فايق اصلا. فقال لك لا انا بدور على المياه عشان عارف المياه راحت مني فين. فيا ابني ما فيش مياه على الارض، هنجيب لك طبق. فانا استنى 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 بس استنى استنى بس. المهم استاذ محمد راشد راح جاي مديله حته فلفل. محمد علي راشد ده الشاعر يا جماعه، ده نورنا فلفل كده، فكان حامي جدا فكلوا. فبصراحه هو ده اللي فوقه يعني، لو ما كانش فعالي كنا لا دخلت علينا الاذاعيه الكبيره يا استاذه ايناس جوهر. بس هم بيحكوا لي طبعا يا جماعه ان كل ده مش هنا، يعني كل اللي بيحصل ده مش هنا. فدخلت علينا ايناس جوهر، قول شكل ايناس جوهر كان عامل ازاي. اقول قلنا لها علي بتدور على مين. انا اصبر في الاول كانت بتعيط يعني ازاي مش ازاي بتاع. ايه ناس جوه بقى، اول ما قلنا لها انا بدور على مين، لا اله الا الله راح جاسا تقريبا راحت في الشرق الاوسط من ساعتها ما جتش. طب يا عمر كلمه اخيره لاي كفيف قاعد محله سر ونايم على سريره ومشغل اي حاجه بيعملها كمبيوتر او راديو او اي موضوع، او يعني ماسك موبايل او ماسكه موبايل وعماله ترغي فيه او اي موضوع وعندها طاقه سلبيه يعني. اليوم الثاني يعني انا رايي ده مش كل طبعا يا جماعه، انا ما بتكلمش هنا قصرا على كل المكفوفين، انا بتكلم على النوع ده من المكفوفين. خلاص كلمه اخيره تقولها لاي مكفوف يعني عنده طاقه وكبتها ومخلي مجهوده في الحاجات اللي هي كده، انه مثلا اخره انه يدردش مش عارف يعمل ايه. قول لنا كده كلمه اخيره من خلال خبرتك واندماجك في المجتمع قبل ما ننهي حوارنا معاك، او نترك المايك للناس عشان هي اللي تكلمك. اتقي ربنا واشتغل، طالب بحقك واجري لشغلك، ودي الناس حقها. ودي ما هو يعني طالب بحقك، يعني طالب بحقك في العمل مثلا. انا ليا حق اشتغل، ليا حق ابقى مكافح ومجاهد واشتغل. انت حط قدامك امثله لناس انجز وابدا اجري يعني واشتغل فيها وبس. عمر فرحان الحقيقه انا استمتعت شخصيا بالوقت اللي انا قضيته معاك. انا اسف يا جماعه ان انا طولت، بس فعلا الوقت كان الموضوع كان يستحق التطويل. انا حتى نطيت حاجات كتير من الحاجات اللي عملها عمر. برضو كان عمل سلسلتين لإذاعة القناة، واحدة اسمها روضة التائبين والواحدة اسمها وهي دي اللي أنا يعني اشتغلت معاه فيها برضو في نفس السنة. احنا عملنا 60 حلقة في سنة واحدة يا جماعة، لكم أن تتخيلوا. في شهر واحد عملنا أفراح الصائمين لإذاعة القناة، ودي اللي سجلها معنا أحمد السيد وفيض الرحمن في شهر القرآن. أنا كده بكون وصلت لنهاية حواري الشيق والممتع مع فعلا نجم، نجم فعلا. واذا كنا النهارده احنا في ليله 15 فامرنا بقى امرين الحقيقه بوجود عمر معانا. هسيب دلوقتي المايك للناس عشان تبتدي تسال، لانه يبدو انه في ضغط على اداره القناه واحنا تاخرنا، فهسيب المايك للناس عشان تبتدي تتكلم مع عمر. سبحانه الله سبحانه، ما اعظم كرامه وعدله، لو يكتب على شي حرمانه بيعود بشي ما في مثله، واللي بيرد ويصبر ويشكر في الجنة شو أجره أكبر، يد بإيده الكون بيعمر ونفرح العالم كله. الأستاذ علي على الهدية الجميلة دي، وبشكر الأستاذ عمر على الحاجات اللي سمعناها وعلى القصة اللي عشناها معاه وعلى كل حاجة. هذا صراحة محب جدا استمتعنا بيه. أشكرك يا أستاذ عمر، أشكرك يا أستاذ علي على اليوم ده. اسمحوا لي أنا أبدأ. أنا في البداية بس حابة أحيي قناة فرسان التحدي، المذيع المتألق اللي فرسان كسبته، أستاذ علي بسم الله ما شاء الله على حضرتك يعني بجد. حد طبعا أنا بعتذر، أنا يعني في كتير من الحوار ما كنتش متابعاها، كنت بضطر اتابع شويه وشويه امشي، بس يعني يعتبر تابعت معظم الحوار. انا عاوزه كمان اهنيك على اول ظهور ليك على فرسان بالهديه الجميله. استاذ عمر انت انت شخصيه كويسه، يعني انا سمعتك كنت بتنشد حاجه رائعه،
لا انت فعلا هدية للقناة، وهدية وهدية استاذ علي بجد. لا انت حد يعني كلنا لازم نفتخر بيه. ربنا يا رب يوفقك، وان شاء الله تكون متألق دايما. وبكرر تاني، بكرر تاني تهنئتي لفرسان بالمذيع المتألق استاذ علي، بجد بسم الله ما شاء الله على حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اعتذر للاداره وان انا هطول شويه بس معلش في كلام، لاني انا والله مش عارف اقول ايه. بس يعني بعد الجمال ده، انا اولا يعني مبدئيا لما قرات الاعلان بتاع الحوار بتاع الشيخ عمر على الفيسبوك عزمت ان انا احضر، مع الرغم ان انا يعني في شغل تاني في مكان تاني، بس انا سيبته عشان احضر هنا. وعرضت عاوز اقول حاجه، ان اجمل حاجه عملتها قناه فرسان التحدي بصراحة، يعني أجمل حاجة عملتها وأحسن حاجة عملتها ومش هتعمل زيها تاني، هي تستضيف حد زي الشيخ عمر. ده أول حاجة. تاني حاجة يا شيخ عمر، أنا بسلم عليك من قلبي، ومعاك أخوك عطية رمضان من أسيوط، أنا بحييك وبسلم عليك وأقسم بالله إني أحبك. أنا سمعتك أول فجر أسمعه ليك كان الفجر السنة اللي فاتت، فجر تقريبا 26 رمضان، وكان معاك قارئ سيدنا الشيخ دكتور عبد الفتاح الطالوطي. انا فاكر الفجر ده كان فجر تلفزيون، هو ده اول فجر اسمع ليه. كان كنت اول كنت افكر اول مره يعني كنت افكر اول فجر تصحى فيه، ولكن انت قلت اظهرت في اول فجر يوم 1/1/2014. الحمد لله انا تابعت اللقاء كله الحمد لله. فانا بحييك بصراحه، يعني انك انت من ضمن الاشخاص العشاق للقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي. انا واحد من ضمن الناس اللي انا بعتز بسيد الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، واستاذ ليا في ان انا اتعلمت منه القراءه وبتعلم منه النغم والمقامات. وانا سيدنا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي اتقابلت بشخصيا مرتين اتنين بس، يعني هم جليلين طبعا، بس نظرا لحكم البعد عنه في البلد. يعني عم الشيخ عمر بجد والله انا مش عارف اوصف لك الفرحه اللي في قلبي ازاي، الفرحه بيك بصراحه. انت فخر برضه يعني لاي كفيف ان يفتخر بك، ما شاء الله عليك ما شاء الله، صوتك جميل جدا وعرب برضه. انت بتقول ان سيدنا الشيخ سيد النقشبندي عنده عرب سريعه، وانت عندك عرب بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا حاسس بيها من هنا، يعني وان كان الزلو لا ينقل الصوت بطبيعته، ولكن انا حاسس بالعرب دي الجميله بصراحه. خليني بس عشان ما اطولش في الكلام عليك، انا عاوز منك طلبين. انا الطلب الاول، من ساعه ما سمعتك وعرفت انك كفيف، انا بحب الميكروفون جدا بصراحه، الميكروفون المحترمين زيك، نفسي ان انا اتواصل معاك بشكل شخصي باي طريقه من الطرق. ده اول طلب يا شيخ عمر ليك بالله عليك. يعني تاني طالب، احنا سمعناك في الابتهال وفي الانشاد ورائع جدا، معلش طالب ليك عاوز معك في القران. تحياتي ليك وتقبل تحياتي ومحبتي ليك. طبعا تحياتي ليك يا شيخ علي، او يا استاذ علي بقى، عشان بما انك انت طلعت راجل موسيقي يعني عارف الواحد بيقول لك ايه. وطبعا يعني انا مش عارف اقول ايه لعمر بصراحه، يعني مش عارف اقول له هو جميل ولا رائع ولا يعني مش عارف والله، انا مش لاقي كلمه اوصفه بيه. طبعا انا اخوك في الله حبيبي عمر، فانا مش عارف والله بجد احييك ازاي، يعني مش لاقي كلمه بجد والله احييك بيه. اولا اسمك غالي عليا جدا، عشان اسم ابن عمر برضو اسمك. انا اولا حبيت اسمك، ولما سمعت اللقاء كله حبيتك جدا جدا، يعني ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدك من علمه. وطبعا فرحانين جدا، ويا ريت ان شاء الله اللقاء ده يتكرر مره واثنين وثلاثه. وطلب مننا شخصيا بقى ان شاء الله، احنا عاوزين ان شاء الله تسجيلات حضرتك كتير ان شاء الله نعرضها في القناه زي نظام تواصل او فقرات ان شاء الله نعملها معانا. ويا ريت الاستاذ علي يعمل لنا كده ان شاء الله بالترتيب معاك. وتحياتي لكل اللي موجودين في القناه. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا استاذ علي؟ ازيك يا استاذ عمر؟ طبعا تحياتي لكل الموجودين في القناه. انا بصراحه عجبني حوارك جدا 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 يا استاذ علي، وطريقتك في الكلام بصراحه يعني ممتعه جدا، مع ان حضرتك بتسال استاذ عمر اسئله كتير، وفي نفس الوقت مفيده، وفي نفس الوقت حضرتك بتحاول تفرفش الحوار شويه. يعني
مره مش عارف تقول له ايه، مره هو يقول لك ماشي. انا سمعتها، هي كانت بصوت واطي بس انا سمعتها. المهم ان بصراحه الحوار كان كويس جدا جدا جدا. بالنسبه لموضوع حساب الفطار هنبقى نتناقش فيه بعدين، لان طبعا مفيش حاجه تغلى على الاستاذ عمر. تحياتي للجميع. الحقيقه عمر بيشكر كل الاشادات. انا متعمد ان انا اسيب المايك اكتر وقت للناس، مفيش اسئله محتاجه انها تتجاوب لان كلها اشادات. بالنسبه لحضرتك طبعا احنا نتشرف بصداقه حضرتك، وان شاء الله هقبل الاب بتاعك بعد ما ينتهي الحوار مباشره، عشان بس افضل مركز مع اللي بيحصل. ان شاء الله هيبقى في تواصل بينك وبين عمر. هي بس المشكله بالنسبه لعمر يا جماعه انه المنطقه اللي هو قاعد فيها الكابلات بتاعه التليفونات مسروقه. فهو عنده مشكله في النت، فبس عشان حدش، لكن ان شاء الله يعني بامر الله خلال الفتره الجايه هيبقى متواصل معانا. وعندنا هديه تخص فرسان. بس استاذ عطيه كان طبعا طلب من حضرتك طلب يا شيخ عمر. يا استاذ عمر انت مش شيخ طبعا ولا ليك علاقه بالمشايخ، بس يلا هو بيقول كده، ما علينا ما علينا يا جماعه. لقب الشيخ ده لقب كبير جدا، ما ينفعش نديه يعني ولا ليا ولا لعمر، ولا نستاهل ولا عمر يستاهلوا، احنا كلنا مجتهدين. هو بيقول لي عايزين نتسحر، هنتسحر ان شاء الله ما تقلقش. دلوقتي هنسمع عمر في ايتين من ايات القران الكريم، وهنختم بعد كده السهره. بس بعد كام سؤال من اسئله حضراتكم لو في اسئله، هنختم السهره كده بحاجه برضو ايه مفرفوشه جميله كده. يلا عمر. انا على قدي بس في القران يعني، خلص فما حدش خلص امسك هذا الهاتف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. سامحوني طبعا على اللي انا حبيته. اي خدمه يا شيخ عطيه، خدمه خمس نجوم اهو. حد عايز حاجه تانية يا جدعان؟ ان شاء الله ربنا يفتح عليك ويزيدك. طيب يا شيخ علي، بعد الايات الجميله اللي استمعناها لها من الشيخ عمر، يعني اكيد يعني ما ينفعش ما يقول ماليش جو يعني في القراءه. طب ما لو كنت ليك كنت عملت ايه يا حرام عليك. عايزين نختم بحاجه حلوه برضو كده بصوتك يا استاذ شيخ محمد محروس. هو ده اللي كان معاه في اول فجر.
طبعا واضح ان في ضغط، الناس مش عارفه تاخد المايك من كتر الناس اللي عايزه تتكلم، وبالتالي طبعا عشان الوقت وعشان خاطر الراجل يتسحر وكله بحسابه زي ما قلت لكم قبل كده، هنعمل حاجه مهمه جدا، هنختم بشيء مختلف عن كل اللي سمعتوه من عمر دلوقتي ديكتاتوريه. طبعا هو انشد وابتهل وقرأ القرآن، هو لسه ما غناش، عشان السهرة تختم كده شوف لنا يا عم مطرب من اولا. طبعا انا بشكر جدا امل، الحقيقة امل انا كنت من الناس اللي حريصة انها تتابع الحوار، وان انا عارف هي بتحب النماذج دي قد ايه، وهي حد من الناس اللي يعني الحقيقة اللي فيها كل الخير، مش اللي لسه هنحسبها على خير، لا هي فيها كل الخير الحقيقة. يعني دلوقتي هنشوف عمر هيختم بايه مع حضراتكم، فقره كده فنيه طربيه جميله. طيب ماشي، هقول لهم والله. تعمل ايه؟ قول انت، وانا اللي هقول، نختار حاجه خفيفه. طيب طب ايه؟ قول الحب ايه؟ حب ايه؟ نقولها برضو ريه؟ ما بينك وبين الحب دنيا دنيا دنيا، ما طولها ولا حتى خيالك، أما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك. انت فين والحب فين؟ ظلمه ليه دايما معاك؟ ده انت لو حبيت مين كان هواك خلك مالك؟ انت فين والحب فين؟ ظلمه ليه دايما معاك؟ ده انت لو حبيت مين كان هواك خلك مالك؟ ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه ليه ده تعرف قبل معك الحب ايه؟ حب ايه؟ ايه حب ايه؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ الله 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 يا عم عمر، هضحك عليكم بقى واسيبكم وكمل انا السهره بقى واستفرد بعمر، واخدين بالكم انتوا ازاي؟ انتوا بقى روحوا ناموا بقى وتسحروا واعملوا الحاجات اللي انتوا بتعملوها دي. انا طبعا بعد هذا الحوار الطويل، انا عارف انه طويل الحقيقة، بس لانه عمر وجوده على قنوات زي دي مش هيتكرر كتير بحكم انشغاله، وبحكم للأسف ظروف النت بالنسبة له، فوجوده في مكان زي ده، فحبيت ان الناس تعرف عنه اكبر قدر ممكن
من اللي يعرفوه. هديتك بقى الفرسان هتبقى ايه يا عمر؟ يعني هديتك اللي انت ان شاء الله بتوعد بيها فرسان خلال الفترة الجاية انك انت تهدي لهم. انت انا عارف انك انت قلت لي انك انت عاجبك قوي التنسيق اللي بيحصل والحاجة اللي بتنزل في وقتها بالمظبوط. يمكن انا اللي خرقت الكلام ده النهاردة بصراحة بسببك طبعا، ربنا قصدي ربنا يخليك ليا يعني. لا ربنا بجد يعني يكرم كل الناس اللي شغالين في الإدارة، لأنه يعني قليل لما تبقى حاجة مثلا مش حكومية أو يعني مش إذاعة حكومية يعني، وتبقى ماشية بتوقيت وبجدول وبخطة. أكيد طبعا لكم خريطة ولكم دورة أكيد بتتغير. لا هي مش دورات، هي بتفرض علينا المناسبات يعني حاجات معينة. طيب ده حلو جدا، ان شاء الله يعني دايما ابقى متواصل معاكم، وشرف ليا انا كنت موجود معاكم النهارده. طيب عايزين بقى حاجه الفرسان، يعني عايزين حاجه تخص بيها فرسان التحدي دونا عن غيرها. مشاريعك القادمه لو في انفراد لفرسان ممكن تقوله لنا الناس تعرفه من خلال فرسان. انا بحاول يعني انا لحنت لحن لاعياد القناه ان شاء الله يعني هيتوزع بعد العيد ان شاء الله، يعني احتمال تكون انتاج الهيئة يعني ان شاء الله لو ربنا كرم وتمت الحوار يعني تم التوزيع اتعمل والدنيا اتظبطت ان شاء الله اول نسخة هتبقى هداء لفرسان. غير ده احنا عندنا السلاسل الجاهزة المنتهية طبعا. فيض الرحمن ده موجود، وطبعا انت كده كده تقريبا معاك انا معايا نسخة الأدعية الأدعية المغناة، لكن للأسف معيش نسخة الأداء الدرامي. لا الدرامي ما مش مع حد والله ولا معايا. إن شاء الله هنجيبه بعد العيد من مدام يسرية، لكن احنا ممكن نكتفي حاليا بإذاعة الأدعية الخاصة بفيض الرحمن إن شاء الله على فرسان. إن شاء الله نتواصل مع بعض وأديها لكم ام بي 3 أو تذيعوها من خلالي، نشوف ممكن نعمل ده إزاي. عمر أنا استمتعت جدا كالعادة بوجودي معاك، وانا متاكد ان كل يعني مدير القناه وكل مستمع القناه شعورهم كشعور ويمكن اكثر، لان انا اعرفك هم عرفوك دلوقتي. انت نموذج مشرف وحد مشرف جدا جدا جدا، واي كفيف لازم يرفع راسه بيك ويقول عمر. لا دي حقيقه، الحقيقه لازم يقول ان عمر احنا مننا عمر. اتمنى لك يا رب كل النجاح وكل التوفيق في حياتك. في مشاريع عاطفية قريبة يا عمر؟ غنين؟ مشاريع عاطفية ما تصيعش. لا عاطفية بس ربك يبعت حاجة. ربك يبعت حاجة. طيب يا جماعة لو في بنوتة كده عندها 17 راية 18 راية يا جماعة، يعني احنا ممكن برضو نوفق راسين في الحلال. ممكن نجوزك امل على فكرة، هي اكبر منك بست سبع سنين، بس يعني برضو ممكن نظبط الموضوع. يا جماعة انت كده هتقضي عليها يعني بتكرهها الضرورة. طبعا انا بهزر معاها لكن يعني ربنا يوفقك يا رب ويختار لك الخير ان شاء الله. ونشوفك دايما، نلتقي معك بقى بعد تحقيق. انا عارف ان في شغل بعد العيد، حضرتك مستولي عليا بعد العيد عشان بداية عمل جديد ان شاء الله يبتدي يتزع في الاذاعة، وان شاء الله يبقى فيه منه نسخة على فرسان. استمتعت جدا بوجودي مع حضراتكم، اتمنى يا رب ان انا اكون عرفت اوصل كل اللي انتوا عايزين توصلوه، ووفقت في نقل هذا الحوار. اتمنى ان ما يكونش حد فاتته حاجة بجد، هيخسر كتير اللي ما تابعش الحوار ده وتعرف على عمر. اشكركم واسيبكم بقى تتسحروا، وسيبوني استفرد بعمر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما اعظم كرم وعدله، لو يكتب على شي حرمانه بيعود بشي ما في مثله، واللي بيرد ويصبر ويشكر في الجنة شو أجره أكبر، يد بإيده الكون بيعمر ونفرح العالم كله بالحقيقة نفخر فيه. حي وبنفخر فيه.